عمله جاي؟ الله يتمم لك الخير يا سي حماده يا ابن حواء وآدم. يتمم له الخير ما قلناش حاجه. اللي انا بقى ايه واخد له كاسين والاكل بطاطا على سنين العروسه، محدش ضامن بقى الغلط من الصح. يا سلام يا سي فرغلي، تعرف الليله دي بتفكرني بايه؟ بتفكرك بيها حلو، بتفكرك بايه؟ بالليله بتخلط. كانت ليله مليله. Thank you.
اتغلط على ما حاسبت بقيه الناس يا ست. حماده فندي بتاعك ده فاكرني قاعد على بالي. محسن نام يا سعاده البيت، حاسب المأذون. حاضر يا سعاده البيت. محسن نام يا سعاده البيت، حاسب الكهربائي. حاضر يا سعاده البيت. محسن نام يا سعاده البيت، حاسب الفراش. حاضر يا سعاده البيت. محسن نام يا سعاده البيت، حاسب المزيكا. حاضر يا سعاده البيت. يا ابن الحراميه. على كده طول النهار مفيش في بقه غير هات هات هات. سلفني سلفني سلفني. احنا تعبناك معانا قوي يا استاذ محسن. عيب يا نوال، ما تقوليش كده، ده اقل واجب اقوم بيه لاعز زملاء واصدقاء. لو كل مدير شركه يعمل الموظفين بتوعه زي ما بتعمل كده. مدير شركه؟ انتوا النهارده خليتوني مدير شركه؟ انتوا قلبتوني من مدير الشركه بتاعكم للفراش الخصوصي اللي واقف على بابكم. لكن يلا، على قومتي حاجات بسيطه. بسيطه ازاي؟ هو في اكتر من انك سبت لنا شقتك دي ورحت سكنت في اوضه وصاله؟ ايه مالها؟ محندقه وعلى قدي، وهي فرصه. بين جيران الحيط في الحيط، نفسي تهفني على اكله ملوخيه بقيت اكلها عندك. طب وانت بقى انت هتتجوز عشان نيجي ناكلها عندك؟ اتجوز؟ فلا الله ولا فالك يا شيخه تفهم من بطنك. هلا ليه؟ ده انا ما صدقت اني فتت في جلدي من جواز التحفه بنت عم سويله. عمك سويله صاحب الشركه؟ اه. طب وما اتجوزتهاش ليه؟ الا ما اتجوزتهاش ليه؟ دي شبطه هجمه. تعرفي لما تحب تبوسني تبوسني ازاي؟ آه. بالدماغ. لما تاخدني بالحضن تاخدني بالشلوت. اه والله، ده انت لو ليكي ابن عم زيها وهيورث اغا خان نفسه تضربي عن الجواز تترهبني. يا ساتر للدرجه دي؟ واكتر، مع ان عمي ناوي يكتب لي الشركه لو اتجوزت وخلفت ولد. تبقى طارت الشركه منك يا حضره المودي. لا يا اختي ما طرتش، ما انا بعت له قلت له ان انا اتجوزت وخلفت كمان. اخس عليك يا محسن، كانت تتجوز وتخلف من ورانا؟ الله نوال، انت عبيطه وهبله زي عمي. انا بعت له كده، بعت له صوره واحده وقلت له صاحبه الصوره دي هي اللي انا اتجوزتها وخلفت منها ولد. بجد؟ انا ماليش دعوه، دي فكره حماده جوزي، هو اللي قال لي ابعت صوره اي موظفه من موظفات الشركه وقول له دي تبقى صوره مراتك. وتطلع مين صاحبه الصوره؟ مش هقول. يا شيخ قول. النبي ما هقول. النبي يا سعيد. والله ما هقول. النبي ما هقول. عارفه صوره مين؟ صوره مين؟ مش هقول. يلا قول بقى صوره مين؟ صوره ايوه برضه مش هقول. يلا بقى صوره مين؟ صوره اجمل واظرف واطعم موظفه عندنا في الشركه. مين بقى غلبتني؟ صورتك انت يا نوال. صورتي انا؟ اه. بعت صورتي لعمك قلت له ان انا مراتك؟ اه. وحماده عارف كده؟ لا انا بعتها من ورا حماده، خفت لا يعرف كمان؟ اه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، لو حماده عارف يا خرابي يا خرابي كانت تبقى مصيبه، كان يكسر الدنيا. امال لو عارف ان انا خلفت ولد هيعمل ايه؟ وكمان خلفت؟ يا ستي مش منك انت، من الصوره. تسمح لي يا استاذ محسن؟ نعم. انت غلطت غلطه كبيره قوي قوي بحقي وبحق حماده، ما كانش لك حق ابدا تعمل كده. انا مش فاهم انت مكبره المساله مهولاها ليه؟ ما انت عارفه ان عمي بيموت وما بيسيبش سنينه وقليل ما كان اتوفى ووصل فوق دلوقتي. محسن يا استاذ محسن. ايه في ايه؟ يا استاذ محسن فرغالي من حماده فرغالي. ده انا بدور عليها استهاني. لا دي حاجه توغش. محسن اطمني، هنزل ادور لك عليه بنفسي ثانيه واحده، اقلب لك طوب الارض عليه. وانت يا اخي واقف كده ليه؟ ما تتصرف اعمل اي حاجه. عاوزين حساب الاوركسترا استهانم. الاوركسترا؟ اه الاوركسترا. طب ما الاستاذ محسن حاسبهم. استاذ محسن حاسب ده الاستهانم، انما الجماعه بقى بتوع الاوركسترا قاعدين على السلم مستنيين العريس. خلاص استنى العريس لما يبقى يجي حاسبهم. حاطط الشنط فين؟ جوه في اوضه النوم استهانم. لا حول الله يا رب. ليه حق تزعل؟ اصل بقى الاستنظار وحش في الليالي المفترجه اللي زي دي. اه اسالوني انا العريس وصل. Thank you.
صاحبة لو تضرب عليها عوافي. عوافي؟ ايه؟ العوافي ده العادي. مش عيب عليكم؟ راجل موظف محترم زي حالتي بتدفع جنيه ونص في الشهر. تقلعوا البنطلون في الشارع وتخلوا الناس تتفرج على على الكومبينيزون بتاعي. محترم؟ طبعا. طب ولما انت محترم بيدينا امينه للغير ليه يا محترم؟ بلاش. ايه؟ انا بلاش. ده ده راجل مكواك حمار وكاتبني انا. طب الراجل ده لا يعرفني ولا يعرفك. بذمتك يا عم انا. طب تعالى بقى. ايه العرفان شكيت اقلع. هتاخد الشكيته بس حاسبه على القميص لحسن سلف وراخر. اخر. خدت بدلتك؟ اه. خلاص مع السلامه. السلام عليكم. عليكم. ناس غفر. ايه ايه غفر. بتقول ايه؟ بيشتم ما شويش. واحد قليل ادب وبيشتم. انتوا ناس ادب زيهم؟ لا. انتوا غفر؟ لا. خلاص مع السلامه. لا. ده ده ايه؟ ده راح الصوت. لا تعرفش تعطيل العريس على تهديد وظيفته للفرح. السلام عليكم. ربنا يكرمك. السلام عليكم. حرام اي. حرام اي. حرام اي. حرام اي. حرام اي. ايه ده ايه ده انا ايه؟ فلوسي في شقتك مستلزماتي الشخصيه حرام. ما اعرفش والله. ماهيتي لفاطمه الماهيه. وربنا يديها ولا تديها عليها. مستلزماتي الشخصيه. مستلزماتي الشخصيه. اهلين. ده منديل الفرح. يا كده انا بقول ايه دي؟ اهلين وسهلا. اهلا يا فندم. دي ايه؟ تمنور. اسمه الدشا. ماهيتي اللي فاضيه من ماهيه. فلوسي. سبع ساق ونص. اه ايه مش فلوس؟ فلوس سبع ساق ونص فاضل لك من ماهيه والنهارده لسه ثلاثه في الشهر. يا ابني مش موظف. يعني على كده ابقى موظف محترم جدا. يبقى في جيبك خمسه تعريف. ربنا يكمل بخير يا سي حماده. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يشرفك. انت جيت يا حماده. فين بدلتك يا حماده؟ اصل البدله بقى استهانة. انا كنت هقول لها. اصل البدله. هقول لها على صحتك. البدله. اصل يا ستي في واحد صاحبي غلبان ما عندوش بدله سودا هيتجوز النهارده فهيستلفها مني يتجوز بيها ويرجعها على طول. هو في حد بيستلف بدله عريس لدخلته؟ بجاحه قله ادب. فعلا بجاحه وقله ادب. قولي له والنبي استهبل. هتقولي بقى يا اخي يلا مع السلامه بقى. يلا مع السلامه. طب والشاويش ده واقف هنا ليه؟ ده مندوب المحافظه. جاي عشان يحافظ علينا يعني. وشكلنا على الصوت. عقبال كده ان شاء الله ما تخليش لنا ظابط نبطش. الله يخليك. عاوزين حساب الاوركستر. اوركستر؟ اه الاوركستر ده. بذمتك بذمتك. دول شكل اوركستر. دول سوابق. حصول. ايوه. اقبض عليهم بتهم التزوير في موسيقى رسميه. ماشي. يلا يا عم. يلا يا عم. يلا يا عم. يلا يا اخوي. اعوذ بالله. حاجه سخيفه. القميص شافونيز راخة. هما بيقولوا ايه في الاحوال اللي زي دي؟ كلام صعب قوي. يا بلع. هو طبعا يعني الجو النهارده ظريف والدنيا بارده يعني ومليانه نطره و... هو روشيني في مربع المرخات. حماده نوال بصي بصي بصي. ها؟
الاستاذ برضو. مين يا ترى اللي بيضرب الغنم؟ العشا اللي انت طالبه يا عريس الهلب. شوف هنا في الغنم، حطوا عندك هنا في الغنم. شوف هنا في الغنم. انا لقيت الواد بتاع المطعم اللي عند الحاج عبده اللي جنبنا هنا طالع بالصينيه، طبعا ما خلصتيش يخبط عليك في وقت زي ده، خدت منه الصينيه وجبتها بنفسك. اي خدمه يا عريس؟ شكينا في غيرك، شكينا يا اخو. ايه في ما وراك؟ ايه في ما وراك؟ انت متاكد انك مش عاوز حاجه؟ لا شكينا في غيرك. شكرا يا اخويا. شكينا ايه في ما وراك؟ بس تفكر كويس، اصل ما يصحش حد يخبط عليك في وقت زي ده. شكينا في غيرك. شكينا يا اخويا. شكينا يا اخويا. شكينا يا اخويا. ايه في باب وراك عشان اعرف ايه في باب ورايا؟ انت فاكر ايه؟ انا لولا عارف ان الواد ده هيقعد يرجع معاك ويزيد الواد اللي عند الحاج عبد بتاع المطعم اللي جنبنا هنا ده، انا يوم طبعا كنت اسيبه الصينيه يطلع بيها. الله ازاي؟ ما رجال خلي عندك دم ومش عايز تركب دلوقتي. يلا 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 غور مال. يلا يا اخويا مع السلامه. جت اكتبلك هيقعد يرغي حاجه غريبه قوي. اعوذ بالله. طب وبعدين؟ تصبح على خير. خذي لعبتك. عايز ايه جاي هنا ليه؟ تلغراف. تلغراف ايه؟ تلغراف لمحسن بيه. طب انا محسن بيه؟ لا. طب ما جايب تلغراف محسن بيه هنا ليه؟ خلاص بقى استناه. استناه فين؟ لا استناه تحت يا حيدي. يلا يا اخويا مع السلامه. يلا خد مراتك. يلا مع السلامه. يا ساكن بلد ومحسن بيه تحت. يا ساتر. اسكت يا حماد اسكت. مصيبة كبيرة واتربعت على دماغنا. اتربعت على دماغك انت لوحدك. ايه في ايه؟ هحكي لك اهو. هتحكي لي؟ لا احنا هنحكي. احكي يا اخويا احنا ورانا ايه؟ بعت لعمي تلغراف قلت له فيه ان انا متجوز من غير ما اكون متجوز. فاهم؟ حلو. اتفضل بقى اقرا التلغراف اللي جالي منه دلوقتي. دوقتي قرايه. دوقتي قرايه. امال ايه بس؟ دوقتي كتابه يا ابني. حاضر. طرفكم مساء اليوم في طريقي الى حلوان للاستشفاء. امضاء عمك سويله من حنشه. ايه ده؟ عمك صاحب الشركه جاي الليله دي؟ طب فيها ايه يعني؟ ايه اللي فيها ايه؟ فيه ايه؟ يا بني ادم عمي جاي مخصوص عشان خاطر يشوف مراتي اللي انا بعت له ان انا اتجوزتها. ولو كشف اللعبه اللي احنا عملناها عليه هتطير الشركه مني والوكاله منك.
ده لازم يرجع يليك متجوز. طبعا. اسمع محسن. ايه؟ اسمع. انت تنزل لحد تحت. اي واحدة تقابلها تجوزها على طول. اي واحدة؟ اي واحدة ان شاء الله تكون بتاعت ثلاثة حتى. يلا إيه يلا مع السلامة. ما ينفعش اي واحدة يا اخي. ما ينفعش ليه؟ انت ناس انك انت اللي خلتني ابعت صورتها. صورة. لازم ارجع اليك نتجوز صاحبة الصورة. طبعا. محسن. ايه؟ انت مش قلت لي انك بعت صورة موظفة عندنا في الشركة؟ طب مستني ايه؟ روح اتجوزها وتعالى على طول. اتجوزها؟ لما على طول اتجوزها وتعالى. برضه ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ اصلها متجوزة. متجوزة. ومش معقول تتجوز واحدة متجوزة. طبعا. صعبة دي بقى قوي، صعبة قوي. محسن. ايه؟ انت تعرف جوزها؟ عز المعرفة، صاحبي حبيبي الروح بالروح. طب مستني ايه يا غبي؟ ايه؟ روح استلفها منه وتعال على طول. استلفها؟ على طول، استلفها وتيجي على طول. ايوه بس تفتكر انه هيوافق؟ لازم يوافق غصب عنه وعلينا اللي خلفوه كمان. انت متأكد انه هيوافق؟ انا اضربه بالجزمة القديمة لو ما وافقش. دي مسألة انسانية يا اخي، فيها ايه؟ ثم يعني هو انا في حاجة مفطراني على وظيفة مخزنك عندكم في شركة بتسعة جنيه ونص؟ اني هبقى وكيل الشركه لما عمك يكتبها لك. كويس. لا يا نوال، نوال يا نوال. ايه تاني؟ نوال. ايه بس؟ بتطفي وتنور. لا يا نوال، نوال. نص دقيقه بس، حضرتك نص دقيقه. نص دقيقه. ميرسي. انا هكروتك. انت مش عايز تتكروت ليه؟ يلا خلاص، مع السلامه. روح استلف صاحب الصوره وتعالى. يلا مع السلامه. اروح له تقول له سلفني مراتك يا حماده. في حد بيسلف مراته؟ ده كلام فيها ايه؟ ان فيها ايه؟ انت مش دول صاحبك حبيبي الروح بالروح. قول يا محسن. اه ما تعرفش تغمزه بقرشين ولا حاجه؟ اغمزه. تقدر تدفع له لحد كام؟ ان شاء الله 10 جنيه. 10 جنيه؟ ليه انت هتشتريها؟ ايه كتير؟ 5 شيلن كفايه. 5 شيلن كفايه؟ طبعا. طب حس كده بقى يا عم، خد ادي 10 جنيه اهي، وتفضل انت اتصرف بمعرفتك. 10 جنيه بحالها؟ اسمع. ايه؟ هديله اللي يعجبني والباقي من حقي. ان شاء الله تاخدها كلها. عنوانه، عنوانه قريب جدا فوق ما تتصور. لا يا نوال، يا نوال، يا نوال. ايه بس؟ بتطفي وتنور. لا يا نوال، ساعتين اتنين بس ما تسيبنيش. انا ليه من غيرك اروح لفرطه زي دي حماده؟ وبعدين بقى والنبي. مش هخلص انا من الموضوع ده. معلش عشان خاطر النبي. قول لي. انا اعرف الزفت جوز الصوره ده. تعرفه جدا، ما هو راخر موظف عندنا في الشركه. ايه ده؟ هو ومراته موظفين عندنا في الشركه؟ مين ده؟ لا مين مين تفتكر مين؟ اهو انت عارف كل الموظفين اللي متجوزين عندنا في الشركه. يا يكونش حسن وحسنيه؟ لا لا. عباس وعباسيه؟ لا. حنفي وحنفيه؟ لا يا راجل. لا بس عرفته. مين؟ يبقى اسكندر واسكندريه. يا اخي مال مين يا وحش؟ مين مين؟ شوف شوف عشان اسهلها لك، هما الاثنين بيشتغلوا في المخزن. في المخزن عندي؟ عندك في المخزن. هعرفه في عيشتي لو ما وافقش. ايه؟ هخسر له كل يوم يومين، كل يوم يومين. عظيم. علشان اسهلها لك اكتر واكتر. ايوه. هما الاثنين يا عم متجوزين جداد. انت ما قلت لك عباس وعباسيه. لا اجدد اجدد. اجدد العباس وعباسيه؟ يبقى مفيش غير حماده ونوال. هما دول حماده ونوال. هما حماده ونوال؟ هما حماده ونوال. اللي في حماده كمان اللي حامل لي اناصر. بس حماده ايه؟ لا ده حماده ونوال. حماده ونوال. لو ما انا ونوال ولا حماده ونوال غير انا ونوال. حماده ونوال. لو ما انت ونوال. تعالى هنا. لا لا لا. ضحك. تعالى.
وأقول برضو أضرب صديقي العزيز محسن بالكرسي أسيح دمك. الحمد لله. وأروح في داهية عشان خاطر كلب زيك. الله. فحمله نويل. مش أنت اللي قلت لي ابعت الصورة يا حمادة؟ قلت لك صورة، أي صورة؟ صورة فتحية، صورة علية، صورة ملوخية. لكن أنا قلت صورة نويل. أنا جبت سيرة نويل. ولا عارف إنها كانت هتوصل لحد كده، ما أنت عارف إن عمي كان بيموت. يموت ولا يصحى. تبعت صورة مراتي أنا ليه ليه؟ يا أخي ما هي ساعتها ما كانتش بقت لسه مراتك. لكن كانت الجو بتاعي. يوهو. يعني كنت عارف إنها هتبقى مراتي. شفت بقى إنك ندل ومطع وجبان. أبدا والله يا حمادة. ده أنا قصدي شريف والله. قصدك شريف؟ والله أه. طب خلاص. إيه؟ أنا قصدك شريف خلاص. إيه بس؟ السلام عليكم. إيه طيب؟ السلام عليكم. طب ايه؟ بالظبط مفيش. هو يعني تسلفني نوال شويه اه شويه دي يعني شويه دي نص ساعه بس قدام عمي تعمل نفسها مراتي قدامه لحد ما يشرب فنجان القهوه ده وطالع على حلوان بس كده اه. طب سلام عليك. ايه بس راح فين؟ سلم عليها كتير قوي وقول لها ان انا سلفتها وكل سنه طيب. سلام عليك. طب استنى بس استنى، مش تقول لها بنفسك على الموضوع ده؟ نعم. مش استنى لما تقول لها الموضوع ده بنفسك؟ اقول لها ايه؟ انا اقدر 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 اقول لها ايه؟ حط نفسك مطرحي، حط نفسك مطرحي. انت حمادة وانا نوال. انا مين؟ نوال عروستك، حبيبتك، مراتك. قاعدة في اوضة نومي في ليلة دخلتي ولابسه قميص نوم الشفتيشه وقاعده مستنياك تقول لي تقنعني بالموضوع ده ازاي؟ قميص نوم شفتيشي؟ نعم. هبتدي الاول اسرح بيها عشان اخش على الموضوع واقول لها ايه يا بنت القميص النوم الشفتيشي ده يا بنت انت يا بنت يا ايه الحلاوه والطعامه دي يا بيضة انت يا بيضة يلا يا ايلادة يا بنت الدنيا حر يا بنت سيبك من الشفتيشي ده يا بنت انت يا بنت والله لو اللي ماما وبعدين هخش على الموضوع واقول لها يا نوال نعم يا رحمة
يا نوال. نعم يا حياتي. يا نوال. نعم يا سافل يا واطي يا نوال. يا نوال يا نوال يا نوال هاتون لنا وهي ولا يا نوال يا نوال يا نوال. ايه بشتغل مسحرات انا؟ ما انا مش انت مش لاقي حاجه اقولها. شفت يا برد اختشي خلي عندك دم. عايز انا اسلمك مراتي كوره هنبصيها لبعض عجله كل واحد هياخدها لفه. اخص عليك وعلى عينتك اخص. طب بلاش قول لي انت الحلها ازاي؟ لك حل وسط غبي بدل ما تقعد تستنى في حريم الناس دي ما تقولش لعمك على الحقيقه وتخلص. اقول لعمك على الحقيقه؟ اه. اقول له ايه؟ بمنتهى الصراحه. اه. تقول يا عمي انا استغربتك يا عمي. انا خميتك يا عمي. انا عملتك حمار يا عمي. اقول للعم اللي عملتك حمار؟ لا كده تبقى ايه الادب؟ امال ازاي؟ لازم تقولها له ادب. ازاي بقى؟ تقول له يا عمي انا عملت سيادتك حمار يا عمي. شايفوا ادب ازاي؟ قوي. اتعلموها بقى ده كل بلد. انت اصلك ما تعرفوش. ولا يلزمنيش معرفتك. ما يلزمكش معرفته ده ايه؟ ده وحش كاسر. ايه ده عمك يا عمك؟ شنيع يا عمك شراني يا عمك يا عمك ما عدوش يما الحامين يا ايه 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 عمك بينعط كده ليه؟ ده كان يقتلني ويقتلك. يقتلني ده ايه؟ هو عمي ولا عمك؟ هو لسه هينقي؟ ايه هيقتل من غير ما نقي؟ هيطيح. مش هشوف البطاقة الشخصية ولا حاجة. هاتي منين؟ هو فاضي يشوف بطاقاته؟ ده هيجزر هيصبر هيدمح. لا خبر اسمك عمك ده قتله وقتلك؟ طبعا. عمك ده مجرم؟ طبعا. شوف ما تخوفنيش انا ما بخافش كده. يستحيل اسلمك نوال يعني يستحيل اسلمك نوال. مفيش فايده مفيش فايده. معلش من عارفك طول عمرك احساسك ميت قلبك حجر ونتل ومطع وجبال الى اخره الى اخره. انا ولا يهمني. معلش معلش. انا عارف طول عمري حظي سيء. حتى الصديق الوحيد اللي اخترته من بقيه اصدقائي الصديق اللي عايش معايا النهارده الشركة سوا في البيت سوا في الشارع سوا واكلين سوا شاربين سوا نايمين سوا يغلى بيا في لحظة زي دي. اقص عليك اقص اقص عليك وعلى عليك. شوف ايه مفيش فايدة. ايه مهما قعدت تعيط عشان تأثر عليا. ايوه وتخليني اعيط. اه انا مستحيل اعيط ابدا ابدا. انا قلبي حجر قلبي قاسي. اه اوعى كده. لا والله ما انا واقع. يا اوعى كده. والنبي ما انا واقع. ايه بقول لك اوعى كده. والنبي ما انا واقع. ايه انت شبطه. مفيش فايده. مفيش فايده. لا مفيش فايده. طب ما دام عندي ايديني انا اعملها بايدي احسن. حماده. ايه؟ خد يا حماده خد. ايه تاخد ايه؟ مفاتيح الشركة يا حمادة. ليه رايح فين؟ طالع فوق يا حمادة طالع فوق. فوق فين؟ حموت نفسي يا حمادة هنتحر. حموت نفسي يا حمادة. صديقك الوحيد حيموت يا حمادة حيموت. طب مع السلامة. خد بالك من روحك. طيب. اوعى بنت عكسك في السكة. لا ما تخافش. يا اللي ميت ونفسك في عروسه سلف يا اخويا. قول لي يا محسن. نعم. انت ناوي تنتحر في انا حته تموت روحك فين بالظبط؟ والله ايوه انا بفكر يعني اه ارمي نفسي من فوق البرج. اه كويس قوي اختار موافق كويس قوي قوي قوي. لا اختار كويس قوي البرج طراوه اللي من دول لا كويس قوي اتكل على الله. لا 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 كويس قوي. بس ايه اللي مخوفني يا حماده ومقطع في قلبي؟ اه ايه؟ ان انا لما ارمي نفسي من فوق البرج اه ها على الارض اخر دم. لا ما تخافش. ايه ما عندكش دم تخر كده. ربنا يطمنك. الوداع يا حماده. باي باي. اشوفك فوق يا حماده. اشوفك تحت في القرافه ان شاء الله. الوداع. باي باي. يا يا ايه محسن؟ نعم. انت بتتكلم جد في مساله طبعا الانتحار دي؟ طبعا بتكلم جد. ما هو مش ممكن ازاي اعيش بعد ما اكتشف خيانه اعز صديق ليا؟ ازاي؟ ايوه بس حاجه تقطع القلب. بس السلفيه اللي تضربها صعب قوي. اسلفك نوال يعني ايه؟
يعني مش واثق فيا كمان؟ مسألة ثقة يا محسن يا اخويا. الله، اسلفك مراتي يعني كده؟ دي نوال اكتر من اختي يا اخي، عيب الكلام ده. بايخه يا محسن، بايخه. الناس تقول علينا ايه؟ لا شكلها بايخ. ابدا والله لا بايخه ولا حاجه. فكر فيها كده، هتلاقيها تمثيليه بريئه هنمثلها على عيني. انا همثل دور الزوج المزيف، ونوال هتمثل دور الزوجه المزيفه، وانت هتمثل دور الترطور. ايه ده؟ عمي وصل ورحت في داهيه. سبع الليل يا عمي. سبع الليل؟ سبع الليل. شو سبع الليل؟ اه. محسن بيه. انا يا سامر وحشني موت يا راجل. كفك ازيك كده؟ مرحبا، اهلا وسهلا. وحشني قوي انت كتير. اهلا وسهلا. مين ست نوال سميوره واشتغل يا بوي؟ ده حلوه قوي، احلى من التصويره بسمر. طبعا نوال. ولك نوال ازاي؟ تعرف اسم فين الراجل ده؟ لا والله يا حماده ما اعرفوش. اوعي كل الجو القديم ولا حاجه. دينا ودي يعرفك منين؟ انت بعرفت منين يا راجل انت؟ اعرفك منين كيف يا ابوي؟ من التسويره اللي بعتها سي محسن بيها حد انا في البلد. طب ده ابويا الحاج سويلة معلقها على باب الدوار. ما فيش لا رجل ولا طفل ولا ست في بلدني الا لما حضرت سعادتك صمت. تصدق بالله ما ترشح روحك حضانه في الانتخابات لتنجحي بالتسقيه. تسقيه يا راجل انت؟ هي فتة؟ ايه فيه؟ ده داخل عامل دوشة كده وعامل صيطة، مش تعرف الناس اللي موجودين. ايه فيه؟ حضرتك مين؟ انا عمك سبع الليل. اهلا وسهلا. مرحبا فنديني. محدش ينسجن. محدش يلمس. انا هعرف اتفاهم مع الراجل ده. ملوش لازمة. ده داخل عامل. سيدة هخلص عليه الراجل. هدي نفسك بس يا حمادة. لا. هل انت عامل فيا كده؟ ايه سيادتك مين يا سيدي؟ قلت لك انا سبع الليل. اهلا وسهلا. مرحبا. بعدين بقى في الاحرام ده بقى انت بتمسكيني ليه؟ خشيني ليه؟ انا يتعمل فيا كده؟ بطل العالم في الانمي يتعمل فيه كده؟ سيبوني عليه. بلاش افترى. الانمي تتكلم. يا سلام. ايه في ايه يعني؟ اهلا وسهلا. شديد يا ولدك. شديد شديد شديد. شده وتزول يا عم. طبع الليل. سبع 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 الليل. سبع الليل. سبع من طبعي. يا سبع. استاذ محسن سبع الليل. مين الراجل ده؟ اهتمتي بس بالله يا نوال يا حبيبتي. حبيبتي اصلك ما انتش واخد بالك من الموضوع. ايه الموضوع؟ الحكايه وما فيها يا عم حمار الليل. سبع قلت لك. سبع الليل. سبع سبعة. أمال حمار إيه؟ لا سبعة. سبعة. أستاذ محسن، مين الراجل ده؟ إزاي تسمح له يعمل كده في حمادة؟ يا نوال يا حبيبتي قلت لك 100,000 مرة خش ارتاح جوه أوضتك. أنت لسه والدة أول إمبارح. والدة. العب يا اللي بتلعب. إيه والدة دي بقى؟ انت انا عايز تجنني يا اخي؟ انت عايز اني كدنيه؟ ابا واحد خايف على مرضه من الرطوبه، مالك انت تحسن نفسك ليه؟ يا سيدي ما بحشرش روحي ولا حاجه. امال ايه؟ الحكايه وما فيها يا عم الكلب الليل. سبع يا جدع قلت لك سبع سبع. انت ما بتعرفش تقرا. Thank you.
الاستاذ حماده صديقي وجارنا وساكن في الشارع اللي قصادنا. مرحبا قريبي. اهلا. الاول يا عم سبا ليه؟ ايوه. هو عم الحاج سويلم فين؟ اه يا اخي اكتب لي انا كنت حمشي يا ابو الحاج سويلم. ايوه. اه هو عم الحاج سويلم هيشتي من عندك. ليه يا اللي اقول لي يا عم صاب الليل. أيوة. هو عم الحاج سويلم فين؟ ايوه انا كنت هقول له سعادتك ساعه الحكايه. ايوه هو عم الحاج سويلم. هتوطينا في داهيه ان شاء الله. ده عم يقولوا انا شيل. اللي عم تعملوه ده لازم افهم انا. ده دي زي ما تقول كده رقصة جماعية شعبية. شعبية جماعية كيف يعني؟ يعني فولكلور. فولكلور؟ اه. ده فولكلور؟ اه. لا احنا حضرة في البلد هناكله فول صعيدي. لا ما هو زي وكيف يا ابوي؟ بس بدل ما تحط الزيت تحط الكلور يبقى فولكلور. يا سلام. العلم واسع. ها. هي ما قلتليش يا عم سبا الليل. ايوه يا سيدي. عم الحاج سويلم. ايوه يا حاج سويلم يا سيدي. اصل بقى اتعودت مدلنا من القطر وبنحط الباب الحديد. ايوه. جدت عمك تحفه على باب المحطه وراسها والف سيف متلشي. اه. يا بت مشي تقول له انا ما مشيش في مصر في خلاجات الصعيد. بس روح يا حاج سويلم الندم على تاكسي ثلاثه راكب. ايوه. وحطنا فيه احنا الثلاثه. انتوا الثلاثه؟ ايوه. انتوا الثلاثه مين؟ انا. ايوه. والمقطفين دول. عرفها دي عرفها في القلوب. ده يا حيدي ده فول نابت. ده فول نابت جايز. بس يا سيدي بقت وخدت عمك تحفه ونزل يدور على خلاجتين من بتوع مصر. حتى بنك بنزيون. ايوه. حتى صندلاوي. صندلاوي. ايوه. صندلاوي. اه. صندلاوي ولا شبشباوي؟ شبشباوي اهتمين عليك. يا خبر اشوف شبشباوي. قديمه قديمه فول نابت. لا يا حيدي ده فول مدشوش. سبا الليل. ايوه. اظن انت جاي من السفر تعبان وجعان وعايز تاكل. جو يا ابوي. خد الوكل اهو خش كل في الاوفيس. هو ده الوكل. اه يلا. طب يا بيه تشكر ربنا يجعله عامل. اوعى يا بيه يكون في فم كلور. اقعد بالعافيه يا عريس. يلا. سبا الليل. سلام عليكم. مع السلامه. ايه بس؟ خش هنا. تعالى هنا يا اخي. ايه حكايه انت والده دي بقى؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا يتقال لي عروس ليله فرحنا. انت والده امبارح يا حبيبتي؟ ده كلام ده؟ اعمل ايه بس يا حماده؟ ما انت عارف ان عمي عارف ان انا مخلف ولد. يا سلام. اه. يعني خلاص يا قررت انك تستلفها من غير ما يكون لي راي في السلفيه المهدبه دي؟ سلفيه؟ اه سلفيه. سلفيه ايه يا حماده؟ يا سلفيه ايه؟ اتفضل رد على دي. طبعا رد. انا يهمني سلفيه ايه؟ شوفي بقى بصراحه. ايوه. انا يلا رد انت. قال ايه يا اختي؟ قال ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ شوف يا اختي النصيبه. قال ايه؟ لفندي عايز يستلزك مني. وقال ايه تعملي مراته قدام عمه؟ وقال ايه؟ ب10 جنيه بس. انتوا بتتكلموا جد؟ اعمل ايه بس يا نوال؟ اصل عمي جه الليله دي فجأة. وحمادة واقفة على كده. انت
بس انا في الموضوع كله. انا لا يمكن اوافق على الكلام الفارغ ده. لا والنبي الله شفت شفت بتقول لك لا يمكن توافق. اتفضل اتفاهم معاها. لا اعملوا معروف هتودوني في داهيه. والنبي يا حماده الله يخليك. والنبي يا نوال الله يخليك يا نوال. والنبي يا حماده الله يخليك يا حماده. حماده والنبي يا حماده الله يخليك يا حماده. والنبي يا حماده نوال والنبي نوال الله يخليك يا نوال. عشان خاطر يا نوال والنبي والنبي يا نوال. ايه يا ابني ده؟ ايه؟ انا نوال برضه. اه نوال. انا نوال؟ اه. انت ما بتفهمش الجغرافيا ولا ايه؟ دي برضه. دي برضه تضاريس نوال. يا غبي يا غبي. ازاي بقى نوال وما عنديش ولا هضبه؟80 جنيه في الشهر. ولو ال 180 جنيه ايه؟ طبعا احنا لو يمكن نوفي على الكلام الفارغ ده. ال 200 جنيه ايه؟ حلاوتك المزاد شغال. ايوه بس انت كده يا رايح هتضيع مننا الوظيفه. سلف مراتي حبيبتي عشان وظيفه ب 490 جنيه في الشهر. حماده ولو ان يعني بس كان بيقول ايه نص ساعه وبس. نص ساعه وخلاص. نص ساعه زي نص دقيقه زي نص سنه. مساله مبدا يا سهل. مساله مبدا والراجل بتاع مبادئ. واستحيل اسلف مراتي عشان وظيفه ب 1500 جنيه في الشهر. نهار اسود. مستحيل. والنبي يا جماعه. خلاص يا حبيبي ولا يهمك ولا تزعل نفسك. طز في الوظيفه. لا طز فيك انت يا اخي. طز في الوظيفة ازاي؟ ده احنا فرض علاوة ربع جنيه في الشهر. دي طز في الوظيفة. طب اعمل لك ايه بس؟ ما عم اعمل لك رايك برايك من الصبح يا اخي. شوفي انا شخصيا مش موافق لكن انت ممكن توافقي. اوافق ازاي اذا كنت انت مش موافق؟ معلش ما انا هايف مش مهم يعني. لكن انت ممكن توافقي. طب ايه رايك انت كمان؟ رايك اه. رايك اه. لا انا ارفض طبعا. لا ايه ده انتوا بتسرحوا بيا. والنبي يا حماد الله يخليك. ابوس ايدك يا حماد. بوس. اهو. والثانية. والثانية. والثالثة. ايه ده؟ ابوس ايدك يا نوال. لا ابوس نوال ليه؟ ايه؟ ده واجب علينا احنا. عمي وصل رحت في داهيه. لا ده يظهر ان في البواب. فرغالي ده صوت فرغالي. فرغالي اه جايب الواد اللي انا سالفه. واد واد ايه؟ الواد اللي انا سالفه عشان اعمله ابني. استلف واد كمان؟ انا عارف هيودينا في داهيه الواد ده. ايه ده؟ ده شنطة بتاع ست زبدة. هي جت؟ ايوه. ادهلها بسرعة. بتاع ست زبدة. زبدة جت. ايه زبدة دي؟ المربية بتاع الواد. اهلا يا زبدة. هلو. ايه ده؟ العب يا جمعة. ايه؟ ما لقيتوش ناقص اصغر من كده. كل دي عيل. اديله بطاطس. حماده. اه. زي الكلب اهو يا رحمه. ياي ياي دمك خفيف قوي قوي يا انت. ميرسي قوي قوي. بس ايه اللي بتحببه ده؟ عيب يا بنت الحركات عيب كده. خليك حشمه مالك. اوه اكسكيوز مي مدام. اكسكيوزك معاك يا اختي. هلا هلا هلا. ايه؟ لحظه. مين دي مين دي؟ دي زبده المربيه بتاعت الواد. زبده؟ اه. اسمها زبده. اتاريها سايحه. فطمت خلاص. ده الاستاذ حماده صديقي وجارنا وساكن في شاله قصادي. حضرتها بقى نوال مراتي. لا لا مراتي. تيه تيه تيه. مراتي تيه. مراتي مراتنا.
أنا امبارح كنت عازب، من ساعة واحدة كنت هتجوز، دلوقتي الله أعلم، البيه هو اللي يعرف الألوان. إيه يا بنت الأسئلة البايخة بتاعتك دي؟ أوه مدام، مش لازم أسأل عشان أعمل حسابي؟ تعملي حسابك على إيه؟ أصل مامي الحاجة زنوبة. إيه؟ حاجة زنوبة. ماما الحاجة زنوبة. يركبوا لها كوبس بما بالكهرباء. ها وصياني ومع كده عليا انا ما اتكلمش مع الرجاله المتجوزين ابدا ابدا، انا وحاسب منهم قوي قوي. الله، امال فين البداية عشان نتعرف على بعض؟ يا دلع يا دلع، اوعى 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 اوعى. ده صحيح. ايه ده يا حماده ده؟ ده اتكلم. الحمد لله راح خلاص. طب روح اقعد راحتك. يلا يا بنت امشي على بابك، يلا بلاش كلام. يلا ابيك بليزير مدام. انت؟ نعم. ممكن توريني المطبخ يا انت؟ اوكي. انت ممكن افرجك على المطبخ يا انت؟ لا لا جوزي لا. يلا بنت انا اللي حريت المطبخ. يلا مش ايه ده يا مدام، بتعملي كده ليه؟ ده انت حلوه ورقيقه. سيلانسي يا مدام سيلانسي. الله ما تزقيش. ها انت ايه بس يا بنتي؟ ايه مالك يا بنتي؟ مالك مالك مفكوكه كده ليه يعني؟ لا السوزن بتاعتك مش مظبوطه يا بنتي. لا حرام عليكي، انت كده تتبعتري وانت ماشيه. لا تروح لواحد ميكانيكي يربطك شويه احسن مش تمام كده. ياي ساكن يا سادي، ايوه بحبه. حبك برد. ادي جبتها انت يا بابا. يا نوال مش كده، امال مش وش عليها؟ ده عسالك بشغل البيت وترد على الولد، جايب معاها لبن مستورد عظيم. انا ما بحبش المقاصه وقلة الادب، سامع؟ ايوه احنا ما بنحبش المقاصه وقلة الادب. قالت الادب اللي انت ليه؟ مايصة كده مش على بعضها كده طول ما هو واقفة. ايه الحركات البايخة دي؟ لا يا شيخ. لكن شفت انا عملت معاها ايه؟ شكمتها. انا اوقفتها عند حدها، ما بحبش حد. لا يا شيخ، امال نازل هزار من ساعة ما جت ليه؟ هزار؟ ايوه. ايه روحي ده؟ ده احنا بس عشان نضحك كده يا حبيبي. اوعك يا ابني. لا لا اوعك. اوعك يا ابني. لا مش بكلمك. ايه يا روحي ده يا ستي؟ ايه ده؟ انت برضه بتغيري من بنت مايصة زي ده؟ ده كلام؟ ده كلام يا روحي؟ ده انا من ساعة ما حبيتك ما بقتش بشوف حد تاني خالص في الدنيا. انا من ساعه ما حبيتك كل الستات بقوا في نظري غفر. انت يا روحي في نظري شيخة الغفر. يعني الغفر بتاع الغفر. ايه ده؟ لا يضحكي لا يضحكي لا يضحكي لا يضحكي. يا نانتي يا سيتي يا فانتا يا نانتس. انتي نانتي نانتس. يا حماده يا حماده يا حماده عبد المعروف. ايه يا واد انت عايز ايه؟ عمي زمانه جاي وفرغال الكلب لسه ما جابش الواد. انا مالي ومال الفرغال ومال الواد؟ عشان خاطري والنبي تنزل تستعجل الواد من تحت. لا مش لازم. عشان خاطري والنبي. لا مش لازم. الله يخليك. لا مش لازم. خلاص يا حماده روح بقى. لا مش لازم. يا شيخ عشان خاطري بقى. لا مش لازم. والنبي عشان خاطري. مش لازم. حماده وبالمره والنبي خد الجنيه ده معاك. ايه اجيب لك بيه عيالي؟ عيال ايه يا اخي؟ توصل اجزخانه للنصر تجيب لي علبتين لبن اطفال وبزازه. لا تسخط لما تسخطك. انزل انا انزل اجيب بزازه. وبعدين بقى يا اخي؟ بقى يعني يا رب السنه 365 يوم ما يجيش زفت عمود الافليل دخلتنا. انت هتقف تخطب يا حماده؟ طب هجيب هدوم منين؟ خد اي بدله من بدلي من شقتي. طب خلاص نازل. حماده حماده. نعم. وبالمره وانت جاي هات معاك نص كيلو مغات. ها؟ حاضر. قلت ايه يا راحي؟ نص كيلو موغات. موغات ايه يا مضمى فال؟ موغات ايه؟ ده وقت موغات؟ مش كل الستات اللي بيقولوا ده بيشربوا موغات؟ يا حماده يا اخي هتتعب قلبي ليه؟ هتلاقي نص كيلو موغات يا اخي.
حجيب كيلو بحاله يمكن تولدنا مراخر. ساكن. الحمد لله. ودلوقتي جاء دورك انت يا نوال. اتفضل يا استاذ محسن. اولا ممنوع تقولي لي يا استاذ قدام عمي. امال اقول لك ايه؟ اصل مفيش ست في الدنيا بتحترم جوزها. تقولي لي يا استاذ قدام عمي يفقس اللعبه يودينا في داهيه. تقولي لي يا محسن يا محاسينه يا ننوس عينه حاجه زي كده. حاضر يا ننوس عينه. برافو. ثانيا احنا متجوزين بقالنا 7 أشهر ونص. انت جبت الواد في الشهر السابع. ياه على كده العيل هيطلع عصبي قوي. يطلع زي ما يطلع، المهم انه يطلع. حمس من غير قولي يا استاذ ننوس عينه. ثالثا ايوه نهار اسود لا يكون عمي يخش استخبي في الاوضه جوه. ليه هو انا مش حامله؟ المفروض يا ست انك لسه والده اول امبارح ما تقدريش تقومي من السرير. ثانيا في واحده تفتح الباب. ايه ده؟ اتفضلي يلا. ايه ده؟ انت ولدتي خلاص. ايه ده؟ هو ما كانش كده يبقى كده. يا زبده. ايوه يا انت يا افتحي شوفي مين يا زبده. يا روحي يا علي يا كتير يا كتير يا كتير. مين؟ يا كتير يا كتير. عمي الحمد لله على السلامة يا عمي. جيت امتى يا عمي؟ ايه هو عمك عيل؟ هو مش عمي؟ لا دلوقتي اصله زيه. ايه امال مال وشه مخطوف كده ليه؟ ايه جعان يا انت؟ جعان؟ خش رضعيه الكوارع جوه بسرعة يلا. يا كتير يا كتير يا كتير. هو اللي يدلع عيلي دلعه كده برضو. حلو. هنا مراتي حبيبتي ام عيالي، هنا الواد حفيدي حبيبي. يجي عمي بقى يورينا. يا محسن عمي. يا محسن يا عمي. سلامات يا محسن. كيفك يا ولد؟ اهلا بالربط يا ولد. اهلا يا عمي. وحشني يا اهلا يا عمي. اهلا كيفك يا عمي كيف احوالك؟ الحمد لله يا عمي. والله يا عمي ما تتصورش فرحتي كانت قد ايه يا عمي لما استلمت تلغرافك وعرفت انك جاي يا عمي. من فرحتي يا عمي والله دخت اغمى عليا. الدخ انا بقى هي منعتك انك تستناني على المحطه زي زمان يا ولي؟ ابدا يا عمي. لساك يا ولد برضه بتاع بلوتيكي؟ ابدا والله يا ولا عقل. ده انت اتقهلت وبقيت صاحب عيال. ابدا والله يا عمي. بس اصل عارف لا اصل ولا فاصل. فين ابنك علشان اشوفه؟ ابني؟ ايه؟ اصل الولد جعان جدا وبنرضعه كرشه جوه وهنجيبه على طول. ايه؟ طيب بس هتفتوا له وتجيبوه بسرعه. حاضر يا عمي. عمي ايه يا ولد؟ امال فين تحفه بنت عمي؟ وتريني بقول ناشي ايه يا شوال؟ ناشي ايه يا شوال؟ ناشي ايه يا شوال؟ البنت كانت لي تحت على الباب ما دايه لك كنت تاهب. احسن احسن. نادي معايا يا ولد. احسن يا بنتي. يا تحفه يا تحفه يا تحفه يا تحفه. اخرج مطنك يا تحفه. اخرج مطنك يا رب ما تيجي. يا تحفه يا تحفه. وصلت وصلت يا ابا ابا. ابا البنت ايه؟ كنت فين يا بنت ده كلاته؟ كنت بأجر عجلة يابا. تيجي تاخد لك لفة؟ جاكي لفة. وتأجري عجلة ليه يا بنت وانت راجل؟ عشان أشيل عليها الحاجات دي يابا. هو أنت كنت عاوزني أشيلهم على قلبي يعني ولا كنت عاوزني أشيلهم على قلبي؟ ده يا نبيع جوا يابا. يا نبيع طبعا مسح على باكي. ايوه يا بيه نصح على ابوك يا بيه.
اجرت العجله بالحاجات دي لحد هنا كيف يا بيه؟ اجرت العجله؟ ايوه شاطر. وحطيت عليها الحاجات دي؟ ايوه. وشلت العجله على قلبي لحد الباب بس. يا سلام على الهباله والنباهه والمفهوميه. سلمي يا بنت على ابن عمك اللي هيزوق ده. سلمي مين؟ محسن. يا اخدي عليك وعلى جمالك وحياة النعمة قمر. يح 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 يا لهوي. سلم يا ولد، سلم على البيت جبت لها الرعاش. ازيك يا محسن؟ قبل ما تيجي كنت كويس. سلامات كده. ربنا يستر. وحشني جواب ابن عمي. يا ساتر. ايه؟ اهلا مخرشم قلبي يا جمرتي. مخرشم؟ خبره يا بنتي جخبط في نفوخك. تسلم برضو سلمي على ابن عمك. سلمي جامد يا بنتي ما تتكسفيش، محسن ده زي اختك. طب ليه الأذية دي بقى؟ ليه الأذية دي؟ قال الفرج. لا والنبي، لا والنبي. ولي. ايوه. ولي تعالي، ولي تعالي، تعالي. عجبك كده؟ ازيك يا محسن؟ الله يسلمك. سلام مطفي. تدفع تخلع. وحشني جاب ابن عمي. يا سلام. اه. ايه؟ اه يا مخرشم قلبي يا قمر انت. ابا. شايف يا بسمن الاصطناعي بيعمل ايه في رجالي؟ بس يا بيه بس. بس يا بنت الله بس رخمتينك. بس بس بس. قوم يا ولد ده وخليك راجل. راجل؟ ده ارجل من. بس يا بنت، 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 بس انت عمرك ما شفت بهايم ابدا. بس يا بنت الرملي، بس 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 عدهولك دلوقتي تلعبي بيه. قول لي بقى يا ولد. ماشي يا بيه، ماشي بس ارجعك البلد ماشي. ها قول لي بقى يا ولد. نعم. فين ابنك يا ولد؟ انا جاي من البلد مخصوص عشان اشوفه واشيله وانسك وادلعه. امال ايه هو مش حفيد وحشيل اسمي؟ فين هو يا ولد؟ ثانيه واحده اجيبه لك يا عم. ثانيه يا زبده. نعم يا بنت. وانت بتتلككي وانت زبده. ولي إيه؟ ولي تعالي، ولي تعالي. اجي بس تعالي. ولا خد لك عبط يا ولي. وعبط ايه؟ ايه عبط؟ ولي ايه بس؟ ولي ايه بنت ايه؟ ايوه. ايه يا بنت هو الفولكلور وصل عندكم انتوا؟ يا ولي عيب يا ولي. بري نفسك بعبط يا ولي. بري نفسي بعبط يا ولي. بس يا بنت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
ده؟ سيبيه معايا بقى شويه يا مرتي. قلنا زبده زبده زبده. يا اخويا دي ما كله بيشاحب خلاص. لا يا عمي، اصل الولد ده جعان جدا يا عمي، لازم ياكل. ايه؟ ولد شقي قوي يا عمي، كل ما ياكل اكله لازم ياكل اكله ثانيه. شقي الولد ده، مخلفني الولد ده. مخلفني الولد ده. ما كلك بس يا ولد. تعبني قوي. هتجيبوا منه مشكلتين يا ولد. بص يا فندم. انا في عشقي يا عم. بص ناكله يا عمي، ناكله يا عمي ونجيبه تاني، ناكله الولد ده. والله العظيم اموتك يا ابن الولد. خلاص يا عم اموتك. خلاص يا عم. حبيبي وريسي حبيبي. سمية يا زبكة. يلا ان شاء الله ما حد يحوش. يا كتير يا كتير يا كتير يا كتير يا كتير يا كتير. ايه ده بقى انت بتعملي ايه؟ بحشكم. احشكم كمان. يا كتير يا كتير يا كتير. يا عمي عمي دع ايه تحفه تحفه. ايه تعمل ايه؟ عبط يا ولي عبط يا ولي. اه يا مخرشم جنبي يا كبر انت. ايه ده بتشد صنافار؟ ايه يا بنت ده؟ يا ساتر. ايه عيب كده عيب كده. ايه يا عم ده؟ قول لي يا عم ايه انتوا مالكوا كده مبضعين؟ واه ولا يا بركه اللي تحفه. فرج يا بنت ابن عمك على الحاجات اللي اشتريتيها وبضعتيها يا بيه. عايز تشوف الخلاجات المصريه يا محسين؟ ارحم بالحب الخشابي بتاعك ده كده. ها ها ها. ايه ده ايه ده؟ لا عيب عيب. وادي قال الله. ايه ده يا عم ده؟ ده اشتريبتيز. ايه الحاجات الحلوة دي يا تحفة؟ جبتيها منين؟ من عند شكورين. شكورين؟ ايوه. حلوين يا ولا؟ حلوين قوي. ايوه بس بقى مش دول اللي كانوا في نفسي. انا كان في نفسي حاجة تانية. مطلع القميص بره ليه؟ يا ابن الرفضية ده مش قميص يا عمال يا عمال. ده قفطان يا ابوك نفسه على اللحم. يا سلام. ما هو القصير ده يا عمي هو الميكرو جيب. ميكرو؟ اه الله. هو الميكرو ده مش كان بيروح مصر جديدة؟ لا يا عمي لا. لا يابا المترو شيت يابا زي الفستان اللي يا بلاد سادي بس الثاني اكثر كده. ده عيب يا تحفة. اشمر. ده عيب يا تحفة. اشمر يا تحفة. انما اشمر يا بس يا مثل خمسين. ابا بس خليه ياكل. اه كان حنش. بس يا كل يا ولد. بس ولد كله يا ولد. بس يا بنت. بس كل يا محسن. نعم. كل يا ولد فين مرتك يا ولد؟ هي مش هنا ولا ايه؟ مراتي؟ ايه؟ ايه؟ طلقتها. طلقتها. يا حلاوه. يا حلاوه.
وانت ارمل ارمل. شوف بقى انا جاي هنا يا قاتل يا مقتول يا متابع يا ما اخرجش بايدي فاضيه. هتجوز يا ابو خلاص بس. بس عمي عمي ايه يا ولد بنت عمي هجيب لكم نوال علشان تسلم عليكم والسلام عليكم ورحمة الله. وعليك يا ابن ورحمة الله وبركاته. يا نوال. أيوة يا محسن. يا نوال. أيوة يا محسن. تعالي سلمي على عمي وجوز عمي. وبنت عمي. سلمي كويس يا بنت. ها جوز. سلمي كويس. سلم عليه عزرائيل. لا يا ده مش كده. عيب كده. يا اللي تتشك في قلبك. يا بتتابع يا. وانا مش بقالها في شهر. ايه بعدين معاك يا بنت. نوال جرات سلم حطلي على السلامة. سلم ازيك يا حلو. بتقول لك يا حلو ايه بتكبر بخاطرك. سلم سلم تحفة. سلمي بايدك يا تحفة. سلمي بايدك. سلم يا بيه سلم بايدك يا تحفة. دس البنزين دس البنزين. يا بيت
مش جارنا. مش جارنا مش جارنا، وكمان انا خايفه على عم الحاج لحسن يقتله واروح في 60 داهيه. يا لهوي خلاص يا عمي، خلي عنك انت وهات المسدس ده. يسلم ايدك يا ابن عمي، راجل ولا كل الرجال. يا مخرشم قلبي يا جمرينت، انتوا جننتوا كلكم، فرحان عشان رايح يقتل. يا ستي انا اللي هقتل ولا ههبب. الخبر اسود والله العظيم ما قصدي، ده هو مضرب لوحده. سبع الليل مات، سبع الليل مات. يا خبر اسوح يا والله العظيم ما قصدي، ده هو اللي بيضرب لوحده. سبع الليل ايه 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 ايه؟ لا 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 دي يا نوال، انا خدت المسدس بس عشان بس. يا ولد بلاش ضرب بالنار هنا، في حريم يتخاف هنا. انا ما بخافش. هو انت حريم؟ ايه دي؟ ده ولا كلب الليل دي. بص يا ولد، انا خدت المسدس بس عشان اقصر الشر. تكسر الشر؟ اه. اخص عليك يا خشع يا جبان، لا انت ابن اخويا ولا اعرفك. يا عمي يا عمي، حماده معذور في اللي عمله. معذور؟ اه معذور انه يبطحني. يا ولد موصوف له يبطح شوالة من الحناش. ليه؟ كنت عايز يشوفك بتبصلي ويسكت لك؟ طب وش اخشاشه هو؟ اذا كان جودك ساكت تقال عم جوه. عمي 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 عمي. ايه يا ولد؟ عمي. ايه يا ولد؟ عمي. يخرب مطلك، اصل حمادة عيان يا عمي. عيان بيه يا ولد؟ عنده مرض نفساوي خطير. نفساوي؟ ويطلع ايه النفساوي ده يا ولد؟ عنده ارتكاريا في المخيخ. يا بوي ابو الحاج. ايه يا ولد؟ تبقى ايه انت خانيه دي؟ ما خبرش يا ولد، ما اكلتهاش قبل كده ولا انا. قول لي يا محسن. نعم. تبقى ايه انت خانيه دي يا ولد؟ التهاب في مخه. كل ما يشوف واحد يا تحفه بيبوس واحده تنقح عليه الارتكاريا. ولما تنقح عليه الارتكاريا يروح طابق في زماره رقبته. ايه دي؟ طب والانتخانية دي ملاش علاج يا ولد؟ ليها يا عم ليها، ما هم كل سنة. وانت طيب؟ ايه ده؟ ايه اللي وانت طيب يا عم؟ انت هتهزر معايا؟ لا لا ما يصحش يا ابني يعني. بعدين كل سنة يصفروه برا علشان يتعالج. يهرشوا له مخه ودنه راجع. عنده هرش مخ. مجنون يعني. يا خايح. ايه دي؟ طب يا ابوي المجنون دي وعارفينها، حدانا البلد نصها مجانين. انما ايه بقى اللي بيخليه يهرش بمخه؟ يمكن ما بيستحماش. ايوه جايز. ولا يمكن يا عين امه عايز. مش متجوز. والنبي يا طه، اصل الوحده حراقه جوه 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 جوه. اسالوني علي. يا بعار. يا بعار. ايه يا بنت مالك؟ خايفه يابا، خايفه لا يجيلي هرش في نافوخ يابا. هو انت هتنهرش اكتر من جدتي تبقى مصيبه. طب وانت هتنهرش في نفوقك ليه؟ طب هو بعذره دخل ليله دخلته على مراته لقاها في حضن راجل غريب اتجنن. يا لهوي. مراته؟ اه. مرات مين يا سي محسن؟ الله، لو انا ما قلتلكيش يا نوال. لا ما قلتليش. ما اصل حاكم حماده ده كان متجوز واحده اسمها نوال. يا سلام، بقى حماده كان متجوز واحده اسمها نوال. بقى حماده كان متجوز وحدي اسمها نوال. ايه ده يا حشريه؟ مالي حشريه؟ شوفي يا نوال، حماده ده يا نوال. ما كلموش. ما كلموش يا بنت. ما كلموش يا بنت. ما كلموش. والحق كلموش. الحق يا عمي. ايه الفيلم بتاعك ده؟ ما تخلي البنت تلعب بيك شويه. هو ده برضه لعب يا عمي؟ وليه؟ دي هتخلفني. شوفي يا نوال. ايوه. حماده ده يا بنت اوعي خلينا نتكلم. وبعدين؟ حماده ده كان متجوز ثلاثه. الاولانيه اسمها نوال. الثانيه بقى كان اسمها نوال. انما الثالثه بقى ايوه اهي دي اللي اسمها نوال. عجيبه، اول مره اسمع على حاجه زي كده.
ازاي؟ ابو الحاج. ايه قالي؟ هو الراجل ده كان غاوي نوالات كده ليه؟ لازم من مواليد برج نوال. حلو جواز يا الحاج حجاج. بس يا ابن الرفضي انا اللي اضحك بس. لكن انا فاكر ان انا قلت لك على الموضوع ده يا حبيبتي. ابدا ما قلتليش. لا ايه يا بنت؟ كلهم ما يحبوش بعض قدامي يابا. بس يا بيه اخلص يا بيه. بطرس يا بابا بطرس. ارجع يا بيه. بحقد عليهم. ارجع يا بيه. اعود بحياتك. لا يا بيه. ابا اشد من لسانها اقلبها كده زي الشراب. لا يا بيه لا ما يصحش يا بيه بس. بس ارجع. يا بابا. ارجع. يا بابا. بس. بس. ارجع بس. انما قول لي يا سيدي احسن يا فندم. ايوه يا صبا الليل. في حاجه كده انت قلتها في الزحمه انا مانيش فاهمها لازم انت فاهمها لي. انا تحت امرك يا صبا الليل كل حاجه مستعد افهمها لك. هو حدكم هنا اللي بيظبط مرضه في حضن راجل تاني ليل الدخلتي بيتجنن بس ما بيقتلهمش يعني زي حدانا في الصعيد ولا حاجه. ليش؟ ما هو اقول له ابن الناس حدبها. ازاي يا صبا الليل؟ ايوه كيف؟ ازاي؟ كيف؟ ده حماده لما دخل على مراته في ليلة دخلته ايوه ولقاها في حضن راجل غريب ايوه اتجنن راح قتله هما الاتنين. اي 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 طب وانا مالي يا اخي؟ عشان تحرم تسال اسئله صعبه يا ابن الناس. راح قتلهم هما الاتنين وراح قاتل نفسه وراها. ايه هذا الكلام الفاضي ده؟ ومات يا ولد؟ مات يا انكل. انكل اهو انت الانكل ماتوا دفنوه كمان. لا القذوه هو لكن هو هم ماتوا. ايه الكلام الفاضي ليه؟ والحكومه كيف تسيبه؟ ما شنقتوش ليه؟ ما اعرفش بقى انتوا بتسالوا اسئله صعبه. لا بقى دي اني اقول لك عليه. اني عارفها باعتباري من رجال الامن. هي يا علي يا عيني على الفتاكه. طب ليه علامه؟ عشان بعيد عنك مجنون يا ست هانم وحاكم هم ما يشنقوش المجانين. أيوة. لا بيشنقوا العقله بس. انا مالي القانون هو اللي بيقول كده. كده يا حلاوه ده تاري عرش المخ ده حلو قوي يا اولاد. يعني الوحده كده لما تترش في نافخك وتقتل واحد ارجع يا بيه ارجع يا وديني من هتجار. ارجع يا بيه بس يا دمر بس يا بس بس ارجع 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 بس بس عمي عمي بس يا بس لحظة واحدة بقى يا عمي. اروح اجيب حمادة عشان يعتذر لك ويبوس راسك. ما تقولش يبوس. ليه؟ بطرس يا ابو بطرس. يا بنت اكتم يا بيه اكتمي خالص يا بيه. بس بس يا بنت الرغري شوف يا محسن يا ابني. ايوه عمي. لا تجيب ولا توديه. انا من الفجر طالع على حلوان. كويس. بقى من الفجر طالع على حلوان. ليه؟ بيكونش عقلك قالك انك هتبات هنا؟ يا بنت تتنوز عليا ليه؟ وتعمل لي ايه ليه؟ يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا بنت يا ايوه كده يخرب مطنك يا شيخ خضت لي عليك. ده اسمه كلام يا عمي. ده البيت بيتك يا عمي والمطرح مطرحك. لا ما تزغزغنيش قدام عمي يا نوال. ده البيت بيتك يا عمي والمطرح. الزغزغه دي بتوجع يا نوال. نوال والنبي الله يخليك ما تودينيش في ده. ما يقعدوش هنا ما يقعدوش هنا ولا ثانيه لحد الفجر. لا عمي خلاص يا عمي انا هروح اجيب لك حماده. لا يعتذر لك ويبوس. لا والنبي يا عمي هنا هنا هنا. لا لا شوف نافوخ وصل. فين يابا؟ استخبي يا بيه استخبي. ست نوال انت عارف اوضتك الداري. ليه؟ المجنون جه يكرمك يحطك كده. ايوه طيب تاني من الفجر طالع على حلوان. يابا 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 لا 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 النبي يابا. لا يا بيه لا يابا عايز اقعد اقف في مربع نمره واحد. لا لا طب عايز اعمل واحده بقى. امشي يا بنت المغرب. طب عندك انت يابا امشي يا بنت المغرب. امشي ربنا يجعل
كلامنا خفيف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عمي يا ساتر يا ساتر. عمي ايه يا ولد؟ عمي ايه يا ولد؟ حماده جاي يا عمي. ما تدقش على كلامه لحسن، النوبه لسه عنده. طيب وجبت لها دلوقتي يا ابني؟ ما كنت تسيبه لما يروح. عمي ايوه يا ابني. ما تجيبش سيره البوس قدامه يا عمي. لا يا ابني خلاص، ده راجل مجنون بوس. لا يا ابني، هو هتجيب سيره البوس قدامه؟ لا قطع البوس ولا هيبوسوه كمان. خلاص انت المسؤول عن نفسك لو جبت سيره البوس. لا يا ابني مش هجيب سيره البوس. اتفضل يا استاذ. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. شايف يا عمي مكسوف ازاي؟ يا سيدي مكسوف يا خلاص. يا امي عيقلوني يا اخويا. تعال تعال هنا. حاضر. انت كنت بتضحك على ايه؟ انا دي هيافي حاكم، انا راجل هايف. لكن حضرتك ما قلتليش، هو حضرتك الحاج سويلم ولا الانسه تحفه؟ لا يا ابني لا لا لا، خد بالك من الكلام. يعني حضرتك الحاج تحفه ولا الانسه سويلم؟ يا ابني ما انا اقول لك اهو يا ابني. انت أنا الأنسة سويلم يا ابني. حمادة اعتذر له. هعتذر له بسرعة. عمي أنا آسف جدا يا عمي، أنا آسف عشان دخلت على غفلة لقيت سيادتك طابق في نوال ونازل فيها. وأصل نوال دي تعتبر مرات أخويا. أيوه. أصل محسن ده زي أخويا. أيوه يا ابني أيوه، أخوك يا ابني أخوك. لا مش أخويا، زي أخويا وزي غير مش. أيوه. وانت سيد العارفين بموضوع المش ده يا عم. حط نفسك مطرحي، لو دخلت على غفله ولقيت واحد غريب طابق في مرات اخوك ونازل فيها، مش تعمل فيه زي ما عملت فيك يا عمي؟ امال يا ابني واكتر يا ابني واكتر واكتر. ايوه. طب امال زعلان مني ليه؟ يعني انت زعلان مني ليه؟ لا يا ابني لا 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 لا، ازعل منك كيف يا ابني؟ هو انت ينزعل منك برضو؟ لا. وما يتزعلش مني ليه؟ ايه عيل انا يعني؟ لا لا. امال ما يتزعلش مني ليه؟ لا يا ابني. طيب يا ابني يعني زعلان يا ابني زعلان. طب وزعلان ليه؟ انت بقى دي بقى دي اقول له ايه بقى؟ يعني انت زعلان ليه؟ خلاص يا ابني يعني مش زعلان يا ابني مش زعلان. لا لازم تزعل يا عم، هزعل منك قوي لو ما زعلتش. طيب انا يا ابني زعلان منك قوي قوي قوي. اصلحك انا بقى. طيب الحاج محسن هيصلحني منك. عجبك كده؟ انا المجري. شوف مش قلت لك ما تجيبش سيره الباص قدامه؟ ده مجنون باص. استنى بس انا هفوجولك، انا هفوجولك حاج حيدر وشادر وخدام الجن الاحمر الابيض والاحمر والكروهات. عفاريت التكنيكالر بتاعتك دي ما تفوقوش، عشان نفوقه لازم نشممه ورقه ب 10 جنيه. بسرعه اطلع بورقه ب 10 جنيه بسرعه. اهو شايف فوقونا تجدوا ما يسركم. اطلع ب 10 جنيه. 10 جنيه ايه يا اخويا الجنان المادي ده؟ شم يا سلام، شم يا سلام، شم يا سلام. بالنص ماشي. الجنان ده طلع عظمة. طب يا جماعة سلام عليكم. سلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يا حاج عم بقى ده مكتوب. أهلا حمادة فندي. سلامات يا راجل، أنت فين وحاج محسن؟ مين ده يا محسن؟ ده يا عم الحاج سويلة. هو جه من السفر؟ أيوة. الحمد لله بالسلامة يا عم. الله يسلمك. إزيك يا عم؟ الله يسلمك يا ابني. الله يسلمك. أنت جيت إمتى؟ أنت بقى يا محسن، أنت مش كنت 10 جنيه وشوف طوالي. ما يا عم لما بيفوق من النوبة بيتهيألوا إن دي أول مرة بيشوفك فيها. يا شيخ. أيوه. أه لا يا حمادة أفندي طيبان يا رب. يا شاطر يا شاطر يا شاطر يا أستاذ محسن. تعال شوف ابنك مغلبني ونازل عيار. ابني؟ ابني ده إيه يا شيخ؟ يا ابني يا ريتني ما خلفت ولا كنت جبته، يقطع العيال على خلفة العيال.
يقطع العيال على خلفة العيال على سلف العيال. قطيعة تقطعك انت وتقطع لنا فضوك حفيدي بحياته. انا حخشاشك ودلع وهننه حفيدي قريبي حمام افندي. هاي هاي انت بتعمل كده ليه يا عم؟ هيا في الراجل اتهرش. ممكن اعرف بقى بتعملوا كده ليه وبتضحكوا على ايه؟ جننتولي كده هو جننتو يجيب سيرة البوسة اللي على مجري. يلا على الله يزهق. اتفضل بقى يا سمحت. اتفضل بقى خد عمك وبنت عمك سربهم. الاحسن نوال وحشتني قوي وعايزين بقى نبتدي شهر العسل بعونه تعالى. يعني ايه؟ اروح اقول لهم امشوا؟ ولا انت لا فيها كانت لمده نص ساعه بالهم ساعتين لحد دلوقتي. عمك هينكشح امتى؟ ينكشح مين يا بيه؟ ده هيبات هنا تاني من الفجر طالع على حلوان. طالع على حلوان؟ مش معنى حلوان يعني؟ هو عمك بياع جواب فلا ايه حيباته هنا يعني؟ لا حلو نواف يلا بينا نلم هدومنا ونروح نبات عند امك. يلا يلا احنا كان لازم نسيب لك البيت من الاول ونمشي. يلا, يلا يا حماده استنوني بس يا جماعه استنوا انا هتصرف. هتتصرف في ايه تاني؟ نوال مفيش لزوم للهدوم خالص مش عايزين هدوم. يلا بينا عند امك على طول. مش امك عندها مايوهات؟ اسمع اسمع انا عندي فكره. ايه؟ انت تروح تنام في شقتي. اه. وبالليل بعد الجماعه ما يناموا نوال تتصرف ويجيلك على هناك. انا اتصرف؟ اه. ايه تتصرف دي يالا؟ ايه؟ ايه تتصرف دي يالا؟ إيه؟ انا اتصرف؟ ايه تتصرف دي؟ حصل غلط؟ هي موظفه في مصلحه المجاري عشان تتصرف. ايه تتصرف دي يالا؟ ابدا والله ما اقصد. والله ما اقصد. والله تعالى هنا طاف البلاعه تعالى. اللي انا بعمله ده بعمله لمصلحتي لوحدي مش لمصلحتنا كلنا. اسمع يا استاذ محسن. نعم. اذا كان حماده صاحبك ومكسوف منك انا ما يهمنيش انا استقيل. انا واحده دلوقتي مرات موظف محترم وكيل شركه قد الدنيا مقيده 350 جنيه في الشهر. 1500 جنيه يا حبيبتي المزاد رزع على كده. 1500 يا جماعه اعملوا معروف هتودوني بداهيه عشان خاطري انا وانا انا غلطان عشان سكت لك من الاول. حقك عليا صوتي وعمك وسكت لك عشان استلفتني من حماده وسكت لك لكن يبقى في شقتي ضمانه. اسمعي انا ما اسمح لكيش ابدا تكلميني باللهجه دي قدام الشغالين. انا مهما كان ست البيت ايه ده ايه راجل البيت وكلمتي لازم تمشي. ايه ده ايه ده ايه ده خناقه زوجيه يا انت؟ انت يا بنتي لسه مفكوكه يا بنتي. صلحي صوتك دي مش تمام. نوال 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 يلا اعملي دوشه وخناقات انت ومحسن. على الله عم سويله بيسمعكم وانتوا بتتخانقوا ويطلقكم من بعض ونخلص كده. يلا عشان تطلقوا. يلا يلا انت بتعلي صوتك عليا يا سي محسن. والله انت بتقولي لي والله عال شويه شويه تقولي لي والنبي عال. سامع يا عم الخناقات يا عمي؟ ايوه يا سامع بيتخانقوا مع بعض ازاي؟ ايوه سامع. طلقهم يا عم طلقهم. استنى بس يا مستني. اسمعي يكون في علمك لو زودتي كلمه واحده بعد كده مش حاجتك الا على حنطور عينك. سامع بيقولها ايه؟ ايوه سامع. سامع بيقولها ايه؟ بيقولها على حنطور عينك. عشان تعرف انه عربجي. طلقهم يا عم طلقهم. يا ابني استنى امال. طلقهم وجوزهم لي يلا يا عم. بصراحه بصراحه يا انت البيت ده ما عندوش حق ابدا ابدا ابدا. ايه ده يا بتلي يا بتلي؟ انت ايش اخشاشك في المسائل العوائليه؟ امشي اطلعي بره. يا 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 بره ده ايه؟ البيت ده رف قوي يا انت. رف؟ أنا رف يا بنت البلتكانة. الله الله. يلا عيط عيط يلا عيط عيط. عيط يا ولد. عيط يا ولد. عيط يا ولد. عيط يا ولد. عمايل السودة يا عم من عمايل السودة. بس يا ستي بس بس يا ستي بس. ميت يا مسكينه يا غلبانه من عمايله السودا يا عم. يا ابن الرفض ده انا هموتك. بس يا بنيتي بس بس يا اختي بس. شيل ايدك يا اخويا شيل ايدك شيل ايدك يا اخ. بس يا بنيتي يا بس بس يا بنيتي اخويا في الزحمه يا في الزحمه. بس يا بنيتي يا بطلوا شغل الاوتوبيسات يا بنيتي.
شايف عمايل السودة شايف هتعيط ازاي؟ بص هتعيط اهو. بس يا اختي بس 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 شايف يا عمي بتعيط على سطر وتسيب سطر. بس يا اختي بس 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 يا ولد. والله يا عمي ما عملت حاجه. ليه تخليها تعيط كده يا ولد؟ هنعمل لك عيل السودا يا عمي. بس يا اختي ابدا يا عمي. يا خبر يا خبر يا ده فول حيراتي. لا لا انت خلي بقى تعصم قوي عمي. هم على كده يا عمي من يوم ما اتجوزوا خناقات وعياط وشتيمه. من يوم ما اتجوزوا طلقهم يا عمي طلقهم. كيف يا ابني بس كيف؟ كانوا الاثنين سمنا على عسل من ساعه ما جيت. تمثيل في تمثيل يا عمي. بيضحكوا عليك يا عمي. بيعملوك حمار يا عمي. قصدي بيعملوا سيادتك حمار يا عمي. اه لو كان كده معلش. بص يا عمي الحمد لله ان الاستاذ حماده موجود وهيقول لك على كل حاجه. اه بس يا اختي. بجدي بجدي ده فول ده فول ايه؟ نوال نوال اقول لعم على الحكايه البطاله اللي عملها الولد محسن معاكي؟ الحكايه بتاعت ايه؟ لما سلفك لواحد صاحبه اللي تدخله. ايوه انا. امال مين؟ انا. ايوه والله ما حصل يا عمي. مراته اللي تدخله. والله ما انا يا عمي. انا. امال مين؟ انا. مين؟ انت لو كنت راجل. مين؟ اقوله على الحكايه دي؟ انا انا انا. تصور يا عمي تصور. اه. يا فندي اللي ما عندوش كرامه ده. ايوه. يسلف مراته لواحد صاحبه يا عمي. يا خبر اسواح. وبكام؟ ها. ب10 جنيه بس يا عمي. يا ابن الرفضيه. بتاخد عليها فوايد يا ولد. لا والله يا عم. يا اموتك يا ابني يا ولد. يا اقتل عمي. عمي مفيش لزوم للضرب يا عم. اللي زي ده ما تنفعوش غير تحفه بنت عمه. اتضرب احسن. اتضرب احسن. اتضرب احسن. ان ما جوزتها لك. يا ابني بلاش بلاش. يا ابني يا حبيبي ما ينفعش. ده متجوز نوال اهو. يطلع نوال والف من يتجوزها. يا حبيبي الطلاق عمره ما يحل مشكلة. ده مشكلة المشاكل. لا مشكلة ولا حاجة. يطلق نوال ويتجوز تحفة بنت عمه. لا والنبي الله يخليك. لا إن ما جوزتها لك. اسمها تحفة وهي تحفة. بتدعي يا محسن. والله ما أنا ده حمادة. لا أنت. ده أنا أعرف صوتك حتى لو كنت بتدل في مالطي. مالطي؟ أيوه. أنت ما تنفعش غير تحفة بنت عمك. يا عيني عالدلع. يا عيني عليها وعلى ضباها يا اختي. شايف انت ما تنفعش غير تحفه بنت عمك. هي دي اللي تليقلك. شايف حنينه ازاي؟ يسلم بقك يا سماكه. شايف حنينه ازاي؟ طلقها ما طلقها. ايوه طلقهم يا عمي طلقهم. جت طلقه تاخدك منك ليه؟ طب عليها الطلاق بالثلاثه. اللي هيجيب سيره الطلاق لا طلقه. طب بلاش تطلقها انت يا بابا. طلقها يا محسن طلقها. ايه يا طلع بره يا بيه. هي كلمه واحده ما تنيهاش. لو تنتيحت رقبتك بره. اه يا مخرشم قلبي يا قمر انت. قلبي يا محسن مليان شط. ايوه بعدك عني قبل زغط. يا بيه يا عيني على الغزل. يا بيه اطلعي بره يا بيه. الله اطلعي بره يا بيه. بتعمل كده ليه يا حماده؟ دي كلاكس مغفل. مين اللي كتبها ست في شهاده الميلاد؟ دي 100% ترماي. اتجوزها لها عشان تخلف موتوسيكل. يلا بطل ست جوازي. يلا يا محسن يلا. ايوه يا عمي يلا يلا. ايوه جرب صالح مرتك وبشها.
يا فاضي ده بيقول بيبوسه ده بيجيب سيرة البوس هاتوا 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 ده صيدة هاتوا هاتوا مش بلاش تجيب سيرة البوس قدامه ايه عمي ايه يا علي اطلع بعشرة جنيه يلا اطلع بيه بسرعة يا عمي فوقونا تجدوا ما يسركم شوف بسرعة ايه الجنان الغالي دي ما حدا كوش جنان بباريزة مفيش هات توت توت شم يا سلام شم يا سلام شم يا سلام خلصين خلصين طب ما فوتش لسه انا المجنون ولا انت ايه يا ولد ادينا الفلوس يا ولد ما تدريش الفلوس يا عمي ادينا يا ابن الرافضة خد خد يا ابن الحرامية شتيمة يعني طب ما فوتش ليه لا تدينا الفلوس تخلص معاك تكذب بريزة 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 كبك انا نديله 10 جنيه بريزة احنا بنشحت يا ولد ادينا يا ولد الفلوس مفيش عيال ادينا يا ابن الرب الفلوس ادينا ايوه مفيش اديله دواء يا سلام ده الجنان ده طلع عظمة اوى اوى ده الواحد يستخيل الواحد يستخيل ويشتغل مجنون سلام يا شيخ ورحمة الله وبركاته يا شيخ يا حلو عنا بقى ده علام حمادة فردي سلمات يا ابو الله عشت جوابك محسن مين ده يا محسن ده عم الحاج سويلم ده عمه الحنش الحنش ايوه الحمد لله بالسلامة يا حنش الله يسلمك يا ابو ازيك يا حنش الله يسلمك يا ابو مراتك لسه حية يا ابني يا حبيبي بس يا ابني يا ضناية انا بدي افهم بس ايه اللي بيجننك ما فيهاش حاجة لما يكون راجل بيصالح مرته وبيبوس وبي ايه اطلع بيها اطلع بيها اطلع بيها بيبوس يا انا جاهز انا عمي بس لا يا عم سيبه ده غبي سيبه يغلط سيبه سيبه ده صيدة بيصالح مرته ايه بيصالح ايه وبيبوس صالحي ولا يصالحني كمان ليه بس يا بنت طلعهم يا عم طلعهم اللي زي ده ما تنفعوش غير تحفة بنت عمه لا والله الله يخليك بلاش من ده اسمها تحفة وهي تحفة ما جبتش يا محسن شباك شباك تحفة من ايديك والنبي بنا ده حمادة لا انت ده انا اعرف صوتك حتى لو كنت في ابولو ابولو ايه والله ما انا حرام عليك يا ابو قلب قاسي حرام عليك انت مش نادي الكتكوته دي عشان تطلب ايدها من ابوها وتتجوزها يا خرابي بيقول لي كتكوته يا لهوي فكري كتكوته يا لهوي اذيت نفسك فكري كتكوته بيقول لي كتكوته انما انت قمر يا 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 لهوي انت اسمك ايه يا شاطر اسمي ايوه انا اسمي حماده حمادي ازيك يا اسطى ايه اللي انت لابساه ده لابسه ستاره يا بنت يا بنت اطلعي بره مربوطك جوه اه
نبعت لجيب المأذون. ايوه يا خرب عليك وعلى جمالك. يا لهوي، انزل يا قمر، انزل عشان يطلقوها ويجوزوني. حاضر، اجيب المأذون على طول. يا بيه خش جوه يا بيه ارحميني. يا مخرشم قلبي يا قمر، انت لو تطوعني يتم هناك. ايوه لا خلي وشك زي قفاك. امتك يا بنت قفاك كلام وخش جوه بقى. اهدي وليا حصاوي، اتجوزها انا عشان تخلفوا عربيه كارو. بطل سيرتي جوازي. عمي يا استاذ حماده. نعم استاذ حماده. ايوه انا ولا هنا. اسمح دلوقتي توصلني بيت ماما، انا خلاص اعصابي تعبت مش قادر استحمل ابدا. ايوه حاضر عمي. طلعهم يا عمي عشان اوصلها بيت ماما. يا عمي لا، احنا ما حددناش تسوين تطلق ان كان بقى ولا بد. ايوه انا اخذ نوال والوليه معايا على البلد. ايه على البلد؟ لا لا سامح البلد ما تتكلم. لا لا لا، الاتفاق ما فيهوش بلد يا حبيبي. لا لا عمي اذا كان المساله فيها بلد فانا بقول ايه، مفيش لزوم للطلاق، نصالحه محسن يا عم. الصلح خير يا عم. ده خليك معايا، شهاده لله انت مجنون انما متجن. ربنا يوزنك في نار جهنم يا عم. خليك متجن كده على طول بقى. ولا محسن يا عم، هو متجن كده جرب صالح مرتك وبص. وايه جبني اطلع منين ده؟ صالح مرتك وايه؟ اطلع بيها بقى، اطلع بيها. وبص تأسف ليه يا عقر انت يا عم، ونفدنا من 10 جنيه. خلاص انا تحت امرك يا عم نوال. انا اسف يا نوال. يا سلام بالبساطه دي كلها. نوال انا اسف يا نوال كده وبس. اسف يا نوال، امال عايزه ايه؟ امال عايزه ايه؟ اسف خلاص. وايه صالح مرتك؟ وايه بص صالح مرتك وبصها، قولها ما تخافش مش هقولك. هات 10 جنيه. يعني انا اجالي وبص؟ اطلع بال 10 جنيه. انا خدي هادي. لا خدها. يلا سنوان قرب يصلح جوزك وبسيه بقى. يلا لا ما يصحش، انت الاول. ايوه انت هذه الاول. تعال انا. ايوه انا الاول. لا قص في الشغل. انا الاول. تعال الاول. ادم عفني. اهي يا عم، اهي يا عم، اصلهم مكسوفين من بعض يا عم. اصلهم يعني ما قدروش يصالحوا بعض ولا يبوسوا بعض الا اذا انا صالحتهم وبوستهم شخصيا يا عم. كده لازم يا عم. يلا بقى يا علي مع صاحبك عشان يصالحك ويبوسك يا علي. يلا محسن الصلح خير يا ابني. ايه صالح مراتك وبوسها. وايه وبصها. وبصها على الله بصها. يلا يا والي صالحها وبص بفلوسنا. بيهددني؟ طب ودي اللي بيه. ايه ده؟ اوعى. ايه يا ابني؟ صلح خير يا ابني. ما تعملوش حساب انا عديكوا ظهري اهو. كويس يا ابني، استحسن يا عم. يلا يا ابني صلح خير يا ابني. صالح مراتك وبصها. وايه ايه ايه؟ طب طلعت. يلا يا ابني بوس مراتك يا ابني. ايه ده كويس يا ابني؟ كمان واحد عشان خاطر يا ابني. ايه قال له كويس يا عم الصبح ماشي يا عمي. لا يا خاي انا ما تخمش، انا عايز اسمع الترضى. انت راخر هنترقع لك للصبح يا عم. يلا ترم بتبوسها يا عم. طيب اسمع بقى ترجعية من نوال. يلا بك. يلا نوال. ايه؟ يلا يا بنتي. ايه؟ الصلح خير يا بنتي. صلح جوزك وبوسيه يا بنتي. هو ايه؟ 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 ايه يا اخي؟ ايه؟ ما انتش عارف العنوان ولا ايه؟ يلا بنتي الصلح خير يا بنتي. يلا يا ستي. ايه بس بتهببي ايه؟ هي جازمه بتلمعيها. يلا مش عارف. حماده عمي واقف. حماده عمي واقف. حماده عمي واقف.
سلام ده الصلح خير بشاف. يا سيدي خلاص يا ولد. يا عمي خلاص خلاص. لا مش خلاص. ايه؟ لا لسه يا عمي. مختلفين في حتة عن ناص هنا يا عمي. يلا يا بنتي. ما يطلبه المستمعون. يلا. لما اعطيك الجزمة اهو يلا. يلا. زلزال. لا 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 حماد عمي واقف يا حماد. الله ما يقطع عليك. ما تضربنيش في داهية. الحق يا محسن. ما تضربنيش في داهية. الحق يا محسن. الحق يا محسن. سواؤنا تجدوا ما يسركم. ايه ده يا ولد ايه؟ انا بقول باش قالكم. لا ده المكواجي كان ماشي من هنا يا عم. خلاص يا عم. تم الصلح بعونه تعالى. الحمد لله. ايه؟ استعجزاني بقى. تسافر. لا انا مش مسافر انا. يا راجل سافر بقى سافر. انا مش مسافر دلوقتي. أنا في الفجر أطلع على حلوان. لازم حلوان يعني؟ أيوة. سافر أنت وحبعت لك أنا حلوان على البلد. لكن أنت حلوان. اسمع يا ابني، أنا هنزل على الكافيتيريا اللي تحت آخد حمية وأجي تاني. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. هوحشكوا لكن راجع. وراه وراه وراه. أيوة وراه. حد وراه. أها. يا زبدة. أيوة أنت. حصليني على تحت يا زبدة بسرعة. إيه أنت؟ يا 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 يا. لكن هو سعدي وبحبه. حبيب برس. قولي لك ايه بلا. ننص. اخيرا بقينا لوحدينا. طب ايه؟ يلا يا روحي بقى. ايه؟ واحدة لله. ايه؟ بوسة لله. لا. واحدة. اوعى كده. ما تقرب ليش. ما تجيش جنبي. اوعى تجي جنبي. اوعى تمسكني. ايه بقى الحركات دي بقى؟ واحدة لله يا رحمة، واحدة عشان خاطر. لا اوعى كده، اوعى كده بعدين جوزي يشوفنا. جوزك هو فين فين فين؟ فين؟ قصدي عم مسولم يشوفنا. على الله على مسولم يشوفنا عشان يطلعك من محسن ونخلص. ياخدي ياخدي ياخدي. يا حمادة اوعى كده، بعدين حد يدخل على سهوة يروح يقول لهم. حمادة اوعى كده يا شيخ. يا ايه ده؟ ايه ده بقى؟ حمادة. نوال. ايه؟ انت تخلش كده ليه يا نوال؟ نوال. ايه يا حمادة؟ انت بقيت مدورين ليه يا نوال؟ نوال. حمادة. انا حاسس بورم خبيث يا نوال. يا لهوي. يا لهوي. يا معسل. صح. اه يا بنت الصعرانه. اهو الحق عليا انا. الحق عليا انا اللي ببوس نوال وبعمل لمصلحتك. لا يا شيخ، بكلمك تبوس نوال تبقى تعمل لمصلحتي. طب سكرتني يا بنت السكرات. وانا سكرتك ليه يا تحفه يا حبيبتي؟ ايه يا بنت الحلاوه والطعامه والشياكه دي يا بنت؟ يا عيني على المعسل. ما هي دي الخطة اللي أنا راسمها. أنا ببوس نوال عشان يطلعوا نوال من محسن. أتجوز أنا نوال وأنت تتجوزي محسن. وتربط أمك بتتكلم جد؟ طبعًا بتكلم جد. هو معقول برضه أهزر مع واحد قد والدي؟ إيه يا والدي الحلاوة دي يا والدي؟ يا منجي من المهالك يا رب. ايه يا تحفة الحلاوة دي؟ ايه؟ جايبة المرتبة دي منين؟ من عم صندلاوي. صندلاوي؟ ايوه. يا دلع. ايه يا واد الحلاوة دي بقى؟ سكس. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بتعملي ده يا تحفة؟ ده سيفن. سيفن؟ ايوه. والسيفن ده يطلع ايه؟ أكتر من سكس بواحد. يا دي النيل على السكس والسيفن. يا دلع يا دلع. خد يا ولا خد. ايه بتعملي ايه؟ ايه بس بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا تحفة؟ خد. بذمتك يا ولا بذمتك. البت نوار.
مسمسمه زي كده فشل. عندها سفن زيك فشل. هو انت في زيك على ظهر الارض؟ ده انت نقطه. انت فلت ربنا ما يرضاش انها تتكرر ابدا ابدا. ولد بقول لك ايه؟ ما تيجي يا كده ناخدها من قصيروه وجوازها كده. طب وليه الغلط ده بقى؟ ما احنا ماشيين كويس. انا هجوز دوال وانت تجوزي محسن بعد ما يطلعوا. يا خويي هو انا لسه حسنا لما تقعد ترسم في خطط وتكاتيك ويطلق هيبطلق حاش؟ لا هيطلقها هيطلقها. ده حتى ابغض الحلال عند الله الطلاق. ابدا ده ابغض الحلال عند الله. ايوه ان اتجوز واحده زيك. وليه عبط يا علي عبط 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 ايه يا بنت عبط ايه بطل عبط بقى يا عبط يا علي ولا عبط يا علي اعوذ بالله يا ساتر يا رب. مش ممكن تكون دي ست ابدا. دي مصفحه وليا نصف مجنزره. ولا ولا تعالى خد لك قبطه ولا مفيش ترمي يتفاهم معاها. ولا ولا تعالى خد لك قبطه يا ولا والنبي بلاش بلاش. ده انا ما صدقت لقيتك. هو انا لاقي؟ تعالي تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا 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 ايه ده كله يا سي حمانة ايه ده كله؟ الحقيني يا نوال الحقيني. البيت دي بتلهطني. بتلهطك انت مالك انت يا بنت التامين؟ الا انا مالي بس. خش على اوضتك ما يصحش تشوف الحاجات دي. عيب. شايفه يا نوال دي فتوايه فتوايه. تقعد تخليها في بوسك. حكم القوي على ضعيف. كده طب وهي اديني مناعه تلف في البيت. ايوه ما تقعديش نوال. ولا اقعد يا ولا اقعد يا ولا يا خرابي يا خرابي يا لهوي. ولا هي بيك عايزه ايه؟ هو انا صيده؟ بص يا ولي انا لسه واخد شرب اول امبارح. ولا بص يا ولي. حاضر حبوس اهو زي بتوع السيمي. سيمي؟ ايوه. البريمو ولا الترسو؟ البريمو يا ولي. حاضر حبوس اهو بوس. يلا بوس. يا طب ما عندكيش ليمونه؟ يلا بوس يا ولي يلا بوس. حاضر حبوس اهو يلا اتغذي. هتغذى حاضر. بوس وزرنيش. يا نهار من عصبيه. يا نهار من عصبيه. كبسه. طخوا يا ولد كلبي يا ولد فعديته. حاضر حد ابا. استغل سذاجتي يابا. خد لي بتاري يابا. ضحك عليا بكلامه الناعم يابا. يا فضحتك يا شويلم بين الصعايده والبحار وجميع الدول الافرو اسيويه. مظلوم يا عمي مظلوم. مظلوم كيف يا ولا؟ بنتك هي اللي اغتصبتني. اغتصبتك كيف يا ولا؟ ادتني حاجة صفرة في كوباية وقيت لي اشرب يا حمادة. انا شربت من هنا دخت من هنا نزلت فيا بوس. صحيت من البوس لقيت روحي كده. قلتي له يا حمادة يا النبي ما حصل. طخوا يا ولا. ايوه حضرتك يا حاج. لا 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 لو النبي ما تطخوا. اخرس يا بيه اخرسي. اللي يمس شرف سؤاله من حناش لازم يتربى. جوزهولي يابا انا ربيه. ارجعي ارجعي. طخوا يا ولا. حاضر يا محج. مظلوم يا عم مظلوم. طخوا يا ولا. تعالى يا معلم. انا بعت لك حاجه يا وليا. بالك يا محج بالك. احسن حاجه تعملها فيها ايه؟ ما تطخوش. جوز هاد دي الست تحفي اشد من الكتف. لا ما اسمعش كلام العم. طخني يلا يا طخني يلا. ابدا طخني ربنا يخليك. ابا ابا
اتكلمت فيه ايه؟ ايه؟ بطلي دناوة. الله حضرتك وين؟ شوف يا ولد، أنا راجل ديسقراطي وشايف بقى ان اغلبية الاصوات مع الجواز. لا جواز طخنا يالا يا طخنا يالا. قلت لك بعينك. شوف ما بقول لك بقى، قدامك حل من الاثنين، يا تتجوز ايه؟ يا تتجوزني. بس يا بيه، يا تتجوز يا تتلقاك. كويس اقتلني احسن طخنا يالا. ابا ابا هات المأذون يابا وجوزوني نبك فيها ثواب. يلا ابا يلا عايز الجواز يا ابا ابا ابا. ايه يا بت؟ ايه؟ عايز الجوازك يا انت اتسرعتي؟ ما شفتيش لحمه ضاني قبل كده؟ الله ولا سغلين. ايوه يا مرحب، انزل المأذون بتاع المنطقه دي يا ولد. ايوه جاي معاك بالزوج. جه ما جاش تطخه واجيبه واجب. لا يا ابن الرفض تطخه وتجيبه صاحي. حاضر اجيبه صاحي. لا لا سغلين. ايه 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 لا ماشي يا ابويا. ايه لا ماشي ده زود. امال اجيب لك ايه؟ اقعد خد الجواز ليه؟ ما كل ده ليه؟ تحفه ربط يا ست تحفه. ربطيه يا تحفه، ربطيه زي امك ما ربطتني. حجوزك. اشهد ان لا اله الا الله. حجوزك. انا لله وانا اليه راجعون. حجوزك. انت يا بنتي لسه مفكوكه، هتصلحي زوزتك بقى. مالك انت يا بنتي تميت؟ اقف يا عادل، اوعى ترى مره تتقصع كده قدامه. اني بس اللي اتقصع له. اول مره في التاريخ اشوف وابوه زلط بيتقصع. وعشان ايه بقى؟ اشتريتيه من المزاد ولا اشتريتيه من المزاد؟ لا هتجوزه هتجوزه. اوه نو، مش ممكن ابدا ابدا. لا يا خسارة، كان ساكن قصادي وبحبه. بقى اقف يا عادل يا بنت التبات. اوعى ترى مرة تتقصع كده. اقف يا بقول يا محفظ. يا محفظ. ايه ده؟ ايه يا عمي بس؟ الحاني. في ايه؟ الراجل ده. ايوه. الراجل ده عايز يجوزني. الراجل ده. ايه اللي حصل يا عم؟ ده صار يا محسن يا ابني. ايوه. ادخل الاقي الواد السنكوح ده واخد البنت تحفه الساذجه دي واخدها بالقبط ونازل فيها بوش. شرف العيله يا عمي. كرمت العيله. ما جوزناها لك. ما الحفر لأخيه تحفة وقع فيه. يلا بنت يا مرتي. ايه مرتي؟ خدي البنت تحفة زوجيها واندزيها وخليها ميصة زيك كده تقول يا انت. اوكي دارلينج. امر يا انت. عشر يا انت. انا ملك ايديك يا انت. يا بنت انا جتتي مش خالصة. من غير تقطيع وتكسير اخديها. قدالي قدامي يا اختي ما يصيني. يا خساره، كان ساكن قصادي وضحابه. يا حاج يا حاج. ياي ياي ياي. امشي يا بنت من قدام. امشي امشي. يلا يا زبده يلا. هي تحفه اللي بتهببيه ده. ياي كان ساكن قصادي وبخناه. يا حاج يا حاج يا حاج. يو يو يو. ولا ولاد علي بنبي. يلا يا مح ودي بلا حماده زوج وعندز وخلي ماي زيك كده. مايس. انت عايز تبقى مايس؟ اوكي. كان ساكن قصادي وببتاعها. تاني يا ريت. تمام يا ابو الحاج، المعزون اهو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا مولانا. مرحبا بك. اتفضل. فضلك الله على غيرك من عجائب المخلوقات. اهو انت اللي ستين مخلوقات. انا اسمي سبع الليل. خبر ايه يا ولد؟ انا عارف يا ابو الحاج.
الراجل ده طول السكة عم يقول عليا مخلوقات مخلوقات. لازم شتمته يا ولد. طب ما كلمته. طب وحق جلال الله، وحق جلال الله، ما رأيت في حياتي أرزل من هذا المخلوق. هيقول لي مخلوق برضك. قلت لك سبع الليل دي. طب انا يا ابن الرفضي يا اخي ما تستمعوا بقول علي ايه يا وحاج. ايه يا ولد انت هتفهم اكتر من مولانا. قال لك مخلوق تبقى مخلوق. لا ماني مش مخلوق كمان دهدي. انا ما احبش الكلب. يخرب مظنك يا ولا مغفل الفم. بيقول لك شرعي. ما عرفت شرعي ولا قرعه علي. ايه يا ولد ايه يا ابن الرفض شنبك بيرقص ليه؟ ما تنفرز يا وحاج بينجح علي. يا خاين خد له برشام يا خاين. موضوع عجيب من اوله لاخره يبدا بهذا المخلوق. كل مخلوق بقى عشان اضيعك. بهذا السبع الليل. ايوه اقتلتك عربي. يا خاين يعني غلط فيا يا خاين. يجيئوني في نصف الليل لابرم زواجا. هو الصباح مش رباح يا كابتن. كابتن كابتن خبر ايه يا ولد؟ ايه يا مرحاج؟ اقول لك هات لي مازون تجيب لي ابو جريشه. ما عرفش الا ابو جريشه يا مرحاج. اصل الموضوع بقى وما فيه يا حضره الصول. زي ما تقول يعني مصران يعوض ولو سبناه للصبح يعمل. يعمي؟ ايوه. يا نواب اهلا وسهلا يا مرحبتين. اهلا يا اخو. يا سلامتك ديه. اهلا وسهلا يا مرحبتين. ايه يا مرحبا تعالي يا مرحبا. قول لي حاجة ما حدش يا اخويا شافك من زمان ليه؟ اصل كنت بعافية شوية ربنا يكفيك شر المرض. ان شاء الله يا اخو. لكن دلوقتي لما شفتك بقيت زي الحصان. يا جماعة يا جماعة خلصوني. أين العريس؟ أين العروس؟ اهجع يا مولانا اهجع. اهجع خلي عندك نظر في جو. أهلا وسهلا يا مرحبتين. لكن انت ايه اللي جابك في ساعة متوخرة زي دي؟ خير ان شاء الله. خير هو هيجي منين الخير؟ كنت يا اخويا ماشية في الزفة في أمانة الله. بصيت لقيت العريس ساب العروسه مره واحده وخد حضنه وطار. وفضل يجري وانا اجري، هو يجري وانا اجري لحد ما تهت في الشوارع. يا جماعه يا جماعه خلصوني. اين العريس؟ اين العروس؟ ارجع يا مولانا قلت لك بدل ما فرح خلي ميتم. ارجع خلينا نعرف نرسم. اهلا وسهلا. قول لي يا حاج يبقى مين حضرته؟ ده حضرة جناب المأذون. كده؟ ايوه اصل عقبالي وعقبالك. قول يا رب يا رب. هيحصل ان شاء الله. هجوز بنتي تحفة الليلة. كده؟ ايه؟ الفين مبروك يا حاج. ان شاء الله كده يتهنوا ويتمتعوا. قول لي يا اخويا لكن العريس يستاهل العروسة ولا؟ والله بقت هو مجنون مجنون. طيب انتي مجنون؟ مجنون؟ يا خبر يا خبر. ايوه انما متزن. جت بطوفة بعد عنك بعد ما جت المرض والجنينة. فقلت بقى اجوزه بنتي تحفة يمكن يقتلها ويخلص منها. يا لهوي تجوز بنتك لواحد مجنون يا حاج؟ اصله معذور يا ولده. ليلة دخلته لقى راجل غريب واخدها بالعبط ونازل فيها بوش فرح قتله هما الاثنين. ايوه يا اخويا مهما كان تجوز بنتك لواحد مجنون يتهنوا في عزك يا حاج. يا لهوي. اهلا ومنوال. اهلا. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ده حماده. يا نهار ابيض
دي منوال يا نهار اسود. الله، انت تعرفي حماده مش بنتي تحفه؟ يا لهوي، وبنتك تحفه. ايوه، ما دي حماده اللي قتل مرته نوال وذبحها. يا دماغ يالي، يا راس يالي، يا عروستي يالي، يا جواز يالي. اخش احط دماغي تحت الدش ولا جوه فريزر يمكن افوق؟ اسفك دي الدخلة من نوعها في التاريخ، العريس في حتة والعروسة في حتة تانية. ما يخرب بيتك يا ابو حسين الكلب. وهو كذلك. عاوزني
الشر عليك ان شاء الله اموت انا يا راح. لا لا بعد الشر عليك انت. لا بعد الشر عليك انت. لا لا بعد الشر عليك انت. انا قلت بعد الشر عليك يعني بعد الشر عليك. وانا قلت بعد الشر عليك يعني بعد الشر عليك. هاخدك على بوزك على طول. الله بعد الشر علينا احنا الاثنين. طب خلاص بعد الشر علينا احنا الاثنين. صافي يا لبن. حليب يا قشطة. نوال. ايه؟ نوال. بصي بصي بصي. ايه؟ مش سامع. انت انطرشت يا حبيبتي. ياه للدرجة دي. طب ما قلتيش كده ليه من الصبح؟ طب انت عارفة انا ايه بقى؟ اطول من بوليس النجدة. ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ده 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 زفتي سبع الليل. هيقول لهم انه شافني هنا. طب تعالى ما اخبيك. فين فين؟ تعالى خش في الدولاب. انت فرده وانا فرده. خش خش هنا خش هنا. يا حمار الليل سبع الليل يا صرصار الليل اوعى سيب الحقوني اه يا ولد العطيطه الحقوني وقف انا حطوه في المليان يا ابو الحاج ايه يا ابن يا ابن الرفضي ايه يا جدع انت في ايه يا استاذ انت ما اعرفش يا عمي ايه الحكايه ده وانا نايم لوحدي يا عمي لوحدي يا عمي بصيت لقيت حد راح داخل وراح عاضدني في ايدي يا عمي ابدا وكتاب الله يا ابو الحاج ده في ايدي انا ايه دي بقى ليه يا اخويا كيف يا علي ايه الحكايه سبع الليل يا معلش الحكايه طب انا هقول لك الحكايه كلها الحكايه قول يا ولا ايه الحكايه يا ولا ايوه يا ولا ايوه انا هقول اهو يا ابو الحاج حكم اصل الراجل دي فجت لما خدني عشان يبيت لي حداه ايوه قام قفل عليا الباب وطفى النور مليح قوي اني بقت في الحاله دي ايوه خفت يا ابن الرفضي خفت يا ابن الرفضي شفت يا عم الحكايه جايه ازاي يا عم نام وهو خايف حلم ان في حرامي تيخ طاخ تيخ طاخ بس قادر ما ضحك بس كده بس قادر يا ابن الرفضي يا اخي ابقى غطي ايدك كويس وانت نايم وكتاب الله ابدا يا ابو الحاج ولا بلاش الاحلام المزعجه دي يا ولا مش معزجه ولا حاجه يا ابو الحاج الحكايه مش كده امال الحكايه ازاي الحكايه ازاي يا ولا الحكايه كيف يا ابن الرفضي ايوه انا هقول لك اهو يا ابو الحاج قول يا ولد اصل بقت انا سمعت حاجه دبت في الارض مليح جيت مواري بالباب وطلت منه ها. لقيت ها. لقيت لا يا اخي حرمه حرمه ايه يا ولا حرمه عشته يا عم تعتوش يا ولا طب لما هو لقى واحده ست طب هي في ايه ما جفشاش في ايه هي فين يا ولا ما جفشتهاش ليه لا يا ابو الحاج ما انا هقول لك ما انا جفشت فيه جد جرماني في ايدي وملصت مني وطارت يا ابن الخيبانه ليه ليه وكيف سيبها تملص منك يا ولد يا اخي ما ملصتش كليتها معي حته منيه فردت مدسه في ديبه مدسه معاك يا ولد مليح قوي يا ولد اتحفظ عليه متحفظ هذا الحج احنا حدانا في البيت ده ثلاث حريمات اللي هيطلع المدسه على كده
أني أقتلها وأقتلك. ماشي ماشي يا عمي ماشي ماشي. يبقى نوال هتتقتل في العملية دي، هوديك في 60 داهية. إيه اللي خلاك تخليها تروح لك؟ عمي أنا بقول إيه يا عمي؟ بلاش حكاية المقاس يا عمي. أنا هقتلك أموتك يا عمي. أموتك أموتك. لا مش طريقة تفاهم أبدا دي يا عمي. لا عم مفيش تفاهم في الشرف، الكرامة، الدم. معلش معلش يا عمي. خلي عندك دم ونتفاهم يا حيوان. أني حيوان يا أني حيوان مش أنت. اسمع يا ولي. أيوة عمي. أني عايز الحريمات اللي هناك. أيوة. اجي نادي أنت على نوال يا ولي. حاضر. وأني عناجي على تحفة. إن ما قتلتك قاتلة. الشرف، الكرامة، الدم. سبع الليل يا حبيبي. يلا. انت عارف ان انا حبيتك من اول نظرة. لا عيب يا حمد افندي، حد يشوفني. سبع الليل. انت مش سبع الليل وبس. امال ايه؟ ده انت غزال الليل يا ابوي. ده انت زرافه الليل. يا ده انت جنينه حيوانات الليل. حيوانات الليل. طب وعايز ايه دلوقتي؟ خلي عندك ضرب. ايه يا ابوي ما انت عايز ايه؟ معلش هم دول عمار. هم دول اللي معايا. ولو اني عارف انك هتخمني لكن زي بعض. وهات. لا هات ايه؟ ايه؟ ناويني فرده الجزمه اللي معاك. اديك المداس كيف؟ وما يسعني عليها ابويا الحاج اقول له ايه؟ قول له ضاعت سرق هي شغلانه. يقتلني يا ابوي. خد يا سبع الليل. ايه؟ انت مش عايز فرده؟ ايوه. خد يا عم دي بدل دي. اخد دي بدل دي. يخلى من الشبه 40. هي هي. هي هي كيف يا ابوي؟ دي سوده. ودي فوقها 3 جنيه. دي بقت اسود منها بكتير. نقي بقى يا عم الفرده اللي تعجبك. ها انقي يا ابوي ما باينه زي الشمس. ها هي دي. بتفهم في الجزم يا ابن الحراميه. امال ايه؟ فاهم انني كارودي؟ فرده 3 جنيه؟ ايوه. طيب انا هوريك. خش قدامي. خش قدامي قدامي. المأذون يابا. اخلص يا بيه. يابا هات المأذون. ارجع يا بنت الرفري بس. ولا يا سبع الليل. ايوه يا ابو الحاج. اجري نادي على البيت المي سم وسوسه دي يا ولي. هو يا ابو الحاج. اجري يا ولي. يا عالم يطلع المداس بتاعك يجيب لك الحانوته. الشرف، الكرامه، الدم. انت ما تحوش انت بيغزني بالمدفع. خش في الصف يا بيه. خش في الصف. خش يا ولد الصف. خش في الصف. خش خش يا طنط. خش يا طنط. خش خش يا ولد في الصف. انت الاخرى. خش 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 في الصف. على الله فردة الجزمة تيجي على قدك نخلص منك. يلا فرصة. يلا فرصة واحد من جدتك. ولك نفس كمان بتتكلم. بص يا ولد. بص العينه. بص مالكش دعوة بالست ام نوال. الست ام نوال دي الجو بتاعي. الله. الشرف. ايوه. الكرامة. الدم. الراجل ده اخصائي اوتوبيسات. يا ابن الرفض يا شكل مجلوك. لا تكل مجلوك. اسمع منك. ليه 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 ملوعاني مش عايز، مجوحة مش عايز، مياصعاني مش عايز. اللي سابت فرشتها ودخلت عند الواد اللي بصبصاتي ده ترفع اصبعي. نادي على اول متهمه يا ولد. الست زبده حليب السايح الشهيره بزيزي سوسن. ويه مامبي. اقلع المداس يا بيه. مداس؟ مداس يعني ايه يا انتي؟ يعني بلغتك. حذائك. يور شوز. اللي بعده تحفة سوالة من الحنش موجودة يابا ومداسي لابساه. اللي بعده كده يا مش وقته يا جو. مش وقته. في شرف في كرامة. اللي بعده الست نوال بنت الست. مش وقته. يا حاج سوالة. ايوه انا هقول لك على كل حاجة. لا 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 عمي عمي عمي
بلاش لو والنبي يا امي، لحسن لسه والده اول امبارح الواد يفطس لو اتكلمني. ايوه والنبي يا حاج بلاش لو، لحسن مسكينه والده اول امبارح وحالتها تصعب على الكافر. سيبوها في حالها. ايه 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 بتقفلوا عليها في الكلام ليه؟ لا اسكت، مسموح تتكلم. لا اسكت انت. يلا نواف قول العم على الحقيقه مره واحده عشان نخلص كده مره واحده. اقول له الحقيقه مره واحده عشان نخلص. الحقيقه انك خاين وغشاش. ايه الله يقول لي امتك انت امك. خاين وغشاش ده اللي قتلك قتله. والنبي القتل شويه عليه، ده لازم الواحد ياخد لحمه يفرمه ويرميه للقطط المعفنه. ان ما خرطتك للوز. ايه اللي قال عندك فدت عيلك؟ لا لا بلاش بلاش. هات المداسه يا ولد. ايوه المداسه. هات المداسه. هي بالحق. هات المداسه. ايش يا بيه؟ ايش يا لا مش انت. بريئه بريئه يا بيه. ايش يا بيه؟ يا بنتي ايش يا بيه؟ ايش لا مش انت. ولا انت يا فاستك يا بنت الجنية. ده انا حماده. ده ما دس وانا نايم لوحدي يا عمي. سرق فرده الجزمه بتاعتي يا عمي ولفق لي التهمه البذيئه دي يا عمي. حرام عليك يا شباب. خد ربيها. النبي يا حاج هقول لك على حاجه. كده لا راجل تهمه مع بابا شكلك. اموت ابن الرفض ليه؟ الحقوني عمي. قبل ما تقتله يا عمي. ايوه. كل واحد ياخد حقه يا عمي. انا يا عمي كنت شايل في فردة الجزمة يا عمي 30 جنيه يا عمي. يا ابن الحرمية لو كتاب الله يا ابن الحج ما في غيرهم 3 جنيه. 30 حرام عليك. 30 اسألوا محسن. 30 جنيه يا عمي انا شايفهم بعناية اللي ياكلهم الدود دول. شايفهم يا عمي. انا كنت قاعد جوه الجزمه. ما تصدقوش يا ابو الحاج وكتاب العادي كل الفلوس كل الفلوس اللي في دابي يا ابو فلوسي كل الفلوس اللي في دابي ادي جنيه 2 3 ايوه ونص ونص يا ابو الحاج ونص يا ابو الحاج. النص ده ايه؟ ده الفوايد. حلال عليك يا عم. ليه؟ فين الباقي يا ولد؟ باقي ايه يا اخي؟ ما فيش باقي ولا حاجه. دي كل الفلوس اللي في دابي. الثلاثة جنيه بتوعه وال 50 جنيه دي بتاعت الواد علواني ولد عمي. طب وعلوان ولد عمك يديك 50 جنيه ليه يا ولد؟ قال لي ادم مسافر على مصر يا سبع النيل، خد ال 50 جنيه دي وامانه عليك تجيب لي 100 خرطوشة سجاير سوق الحر. حرة يا ابن الرفضي. حرة حرة حرة. شفت يا عمي؟ شفت التهمة الوحشة دي يا عمي؟ مسكين انت يا ابني والله غلبان مسكين. اه والله يا عمي. انا هخش اغير هدومي. افتح في تشوف جاية باي. هخش اغير هدومي. غير ايه يا اخي محسن بيه؟ غير ايه يا اخي؟ كل ما تاخدوا حاجة ما ترجعوهاش، ايه الكلام ده؟ طب البدلة ما خدناهاش الا بالبوليس، الواد راح مش هناخده الا بالبوليس. واد؟ اه. واد ايه؟ واد ايه؟ ما هو ده الاستاذ حسين المكواجي ابو الواد اللي انا استلفته عامله ابني، استلفته عامله ابني. ابو الواد؟ اه. انا كمان بقول الواد ما لمناش كده ليه؟ اتام الواد بيعيط كده اهو. و و بنهوزن خالص. و و الواد حماده بيوقوق ليه؟ انا عارف هو بيوقوق كده من الصبح. انتوا قلتوا عايزين نستلف الواد ساعه؟ سيبناه للصبح. كفايه بقى اعملوا معروف. هاتوا الواد. امه ضحكتني من الضرب طول الليل. خد يا استاذ حسين خد. تعالى بعد ساعة خده. كل ساعة تقولي بعد ساعة بعد ساعة. ايه بعد ساعة؟ فوت هنا خد استلم الولد من ايدي. كلام رجالة؟ كلام رجالة. طب وربنا اما رجع الولد بعد ساعة انا هعمل لكم جناية. مالهاش رمادة بقى. ما تخافش هنبعت لك الولد. هنبعتهولك على كرتونة. يا بان وليك نفس تهزر كمان. نوال فهماني غلط يا حماد. يا نوال. مفيش نوال. يا جماعة يا جماعة. وطوا صوتكم عمي يسمعني يودينا في داهية. خش الخيمه في اي حاجه. طب بس وطوا صوتكم يا نوال. تعالى هنا. مفيش نوال. ايه عايز ايه؟ نوال.
والله يا نوال انا ما اعرف دخلوا الدولاب ازاي ولا اعرف جم منين. انا مظلوم يا نوال مظلوم. يا حرام تلاقيهم من الزحمه اللي كانت هنا راحوا يناموا عندك في الدولاب وانا اللي ظلماهم. جايز ثم انت بتتقصريني في الكلام ليه؟ لا انا مهما كان اعتبر جوزي برضه. انا خيخه خيخه لكن مش لدرجات. كلميني بدر كلميني باحترام بحشمه بوقار. اتعب خليني باحترام. ايه في تسمح تقولي ايه في الست زبده كانت في الدولاب عندك بتعمل ايه يا ابو؟ ايه في ما سمعتش؟ لا انطرشت. زبده كانت في الدولاب عندك بتعمل ايه؟ هتكون بتعمل ايه في الدولاب يعني؟ ما هي واضحه زي الشمس. ابا غريبه والله. هتكون في الدولاب بتعمل ايه يعني؟ كانت بتعمل ايه؟ ما هي حاجه واضحه زي الشمس. طب قول. انا غريبه والله. ايه يعني زبده هتكون في الدولاب بتعمل ايه يعني؟ كانت بتعمل ايه؟ ما هي واضحه زي الشمس. سابون. انا غريبه والله. كانت بتعمل ايه؟ مستنيه الاوتوبيس. طيب وضحفه كانت بتعمل ايه هي كمان؟ انا غريبه والله. انا شرفت بتعمل نظام بلي بتدوق كفته. انا شرفت. واجي ولك عين كمان بتهزر يا موكوس. انا برضو اللي موكوس يا موكوسه. انا موكوسه. لا لا موكوس وموكوس. لا قصدي موكوسه بالبشاميل. مظلوم يا نوال مظلوم. ايه مظلوم يا نوال مظلوم. الدحلب يا واد الدحلب. ولا تعالى يا واد خش في عبي. خش يا واد في عبي. ايوه لا اتزنق. مش داعي للكلام ده يا ماما. انا هقعد هنا لغايه محسن ما يخلص من الورطه اللي فيها وبعدين ابقى اروح معاك. يا الف نهار ابيض تنوري بيت امك يا روح امك. يلا يا شيخه بلا قرف. يا حماتي امك. يا حماتي خليكي محضر خير. خليكي محضر خير بدل ما اعمل لك محضر تحري. مظلوم يا نوال مظلوم. لا لا يا نوال خليكي عالة يا حبيبتي. لا 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 دي عاملة مظاهرة. يا نوال خليكي عالة ما تبقيش مجنونة زي أمك يا روحي. لا 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 العداد ماشي مظبوط. يا نوال أنا مظلوم والله. لا 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 يحيى اتحاد الطلبة. كله منك أنت كله منك أنت يا موكوسة. تسعين موكوس في بعضك. لا قصدي موكوسة نحشية يعني. حمادي تحفي. انت فين يا جمل؟ الدلع يا جمل. يا ارض انسفي ما عليكي. يا 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 لهوي. شايفه هو بيعمل ايه؟ شايفه كل شله يسبله حتى الحمار واللي اني. طب بس بقى يا ولية انت وانت عامله كده زي شوال البرسيم. حلاوتك يا روحي انت يا روحي. اني روحك؟ طبعا روحي. بتقول لي اني روحك؟ هي روحي دي تطلع منظوره اللي بايديك انت يا روحي. يح 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 يا لهوي. يا محرشمه قلبي يا قمر انت. قمر ايه يا زحل انت. هاتي باتي نطس هاتي نطس. شايفه شايفه ماما بيغزني ازاي؟ شايفه بصر انت تتغازي من واحده ذكر زي دي. سيبني عليها بقى الوليه دي. اني هحش هحش هضيعها خالص. معلش عشان خاطري عشان خاطري. خاطره غالي عليا قوي.
اصل هي بتحقد علي عشان انا هتجوز لكن هي خارج بيت. ايه بس زعلانه من ايه؟ هي قالت لك حاجه يا ستي؟ قالت لي انا ذكر. طب ما هو انا ذكر يا والي. لكن ذكر بط يا راحت. بطص ايه الاخرى؟ ايه اللي بطه بطص؟ بطص ايه؟ احنا بنبيع بطاطس هنا. رقيقه شويه، رقيقه رقيقه. بص ازاي كده اهو. انتي نانتي نانتس حتي نانتي. يلا وريني كده، وريني وريني. اني ماني كبكتة. طب خلاص خلاص خلاص، ما تفضحيناش قدام السواح الاجانب. خلاص. طب يا حماده، اما سويت عيشتك ما بقاش انا. اما سويت شعر امك ما بقاش انا. يا محسن، محسن. ايه الواد؟ يا محسن. ايه في ايه يا واد؟ محسن. نعم. محسن تعالى، الراجل ده عندك وكيل في الشركه. اوعى. مين ده؟ هو الافندي ده. ايوه. المستوظف ده، المخزنجي ده، الشخص ده. انت يا ابني خلاص اترفدت، روح دورك على شغله تانيه يا ابني. يلا يا ابني على الله، يا ابني على الله. الله الله. شايفه يا تحفه؟ شايفه بيهزق خطيبك ازاي؟ اسكعلي اسكعلي. ايه؟ صديق انت، صاحب انت، ولا وحش انت، ولا يا واد انت بتاع العضلات انت، ولا تحفك ليه؟ احنا يا استاذ وكيل شركه ايه ووظايف هفا ايه؟ احنا لما هنتجوز الدره المصونه والجوهره المجنونه. بطل ده بقى عيب كده. هطلع اتجوز يا استاذ، مش هبقى وكيل الشركه، هبقى صاحب ومدير عام الشركه اللي هيترفض غيري مش انا. اهو ده اللي ناقص، ترفدني من شركه عمي. لا ما تخافش ما تخافش، نعينك. ايوه. مخزنجي ب 9 جنيه ونص. ايه؟ كتير جوع عليه. كتير كتير. ايوه كفايه عليك فراش. يا عيني عليك وانت فراش. ولا نوال يا عيني عليها وهي بتشتغل بواب. شايفه شايفه. ونسميها عم عوضين، وتاخدي فستان امك تعمليه عمه. هتاخد فستان امها عشان تشنقك بيه، تقطع رقبتك بيه ونخلص منك. ولا يهمك يا طنط، على العموم مش وقته الكلام ده. لما يبقى يتجوز تحفه يبقى فيها الفرج. لما مش لما. لما لما. وما يتجوزنيش ليه يا ثلاثي الندم؟ ما يتجوزنيش ليه؟ اديله. اجي اشتغلي. كاتي اسخني. بيد وحدي. ما تشغلني يا علي. ماني زي الحصان. زي الحمار يا راح. بعدك يا اخ. والبرسيم على الناس يا محسن. شايف يا محسن؟ اعمل في ايه يا محسن؟ ايه اللي شايف؟ ايه اللي شايف؟ ما انت الاخرى لابسه اخضر. يوجدك نايبه. عاوزني البس ايه؟ اسود زيك حزيني؟ على العموم لهوة. شيل شيل. إيه؟ شيل حزمه الفجر. على العموم 100% لو ظهر لي تحفه عريس يكون شاب ظريف شيك دمه خفيف زي كده، اكيد عم هيرجع في كلامه. يرجع في كلامه ليه؟ ده ابويا بيتلكك. هو لاقي يا الفرس. هو لاقي يا بنت. ايه يا بنت الصفا اللي انت عاملاها دي؟ ايه اللي مش لاقيه دي؟ ايه المأذون يابا؟ يابا عايز المأذون يابا. طيب يا بنت يابا جوزني يابا. هجوزك يابا. يابا عايز اتجوز يابا. طيب يا
يا ست ام نوال ان شاء الله يا ميرا يا طيب انت اهو انت اللي جبتك ايه انت سمني بلدي سمني بلدي يا عيني على الحب المقاليط ده يابا اللي انت عملتها بودي امشي يا بيه ايه امشي امشي خليني اعرف نشوف مستقبلنا مستقبلك في الامام الشافعي يا عم اخلص على بعضك كده ليه اه يا ولدي اصلا انا ضمير يا ابني بينا عليا يا ابني من ساعة ما اتهمت الراجل الغلبان المسكين ده في المدارس ما تزعلش مني يا احمد افندي لا ده انا زعلان منك قوي يا عم لا ما تزعلش ابدا تهمه وحشه قوي يا عم ولا تزعل ابدا انا هصلحك صلحه كبيره قوي هتصلح لي صلحه كبيره قوي ايه وهتجوزي تحفه ايه طب تكتب لي الشركه باسمي يا عمي ايوه على يا عم دي نوال اللي غلبانه وزعلانه ومعوره من ساعتها وعماله بعيط علي يا ننتي يا ابني تعالى بتعيط ليه كده تكذبني وتصدق الغفير الهايب بتاعك ده لا لا ما تزعليش انا حصل حكيتي ولا محسن يعني خلاص يا عمي هتكتب الشركه باسمي لا 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 بواب يا معوضين بواب يا اخويا ما انت بصحتك وعينك وعافيتك اهو تكتب ملك للغرب ليه عيسك في الدنيا السنارة غمزت والله بقى انا من ساعة ما شفت الست ام نوال واني حسيت ان انا شباب اني هكتب شركتي باسمي انت مانتس انت يا ماما يا ماما ايه بتعملي ده يا ماما ايه طب حشفتي بقى انا قررت ان انا استوطن هنا في مصر وفي الاوضة دي كنت كويس ايه كنت كويس لا 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 الاتفاق ما فيهوش كنت كويس يا حبي لا ايوه وعلى راي المثل سالوا جحا قالوا له بلدك ايه يا جحا قال بلد اللي فيها اخص عليك وعلى الفاظك انا يا راجل جحش برضو الله يسامحك يا ماما يا ماما ايه اللي عماله تعمليه من الصبح ده يا ماما يا اختي ماما 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 هو حصل ايه يا اختي قالها ايه ماما انا مش حملت الحره اللي اتجوزت عارف ايه يا اختي دي انت ما اغتص ما اغتص ايه يا راجل بيقولوها يا منتص انت منتص انت منتص تحفه ايوه شايفه الدلع العجال بتاع ابوكي ربيه تحفه ربيه جريوه دي انت يا بيا ايه اللي عملتها ابو دي حاج عليا انا اللي جبتك معايا مصر ما كنتش اعرف انك هتتهبل على اللحمه الاسترالي يخرب مطنك ليه ما تسعى دي طول بالك عليهم يا اخويا ما تبعد عني انت كمان ايه دي ايه يا بيه اوعى كده يا شيخ الله ايه دي معلش امشي بابا ايه يا بيه على فكره انت عايز امشي يا بيه رفضي امشي اجي اضربها استاجي زهني بقى هتسافر لا مش مسافر يا راجل سافر بقى سافر انا مش مسافر دلوقتي انا رايح اتفق مع المزان عشان خاطر يجوزني كويس كويس ويجوزك لا انا لا انا لا انت قبلي احنا الاثنين في كوشه واحده فتك بعافيه يا جو انت ما عندك علي السبب. محسن ايه دي بقى هنذبحها بالطول ولا بالعرض انت شايف ايه ترنشات كده نقطعها ترنشات مبسوط يا محسن بيه عاجبك يا حماده بيه اتفضل يا سيدي اهي الشركه وراحت من سيادتك والوكاله وراحت من سيادتي ونوال وقربت تروح وهو نازل يجيب المأذون عشان يجوز المصفحه تحفه بنت عمك
خلصني وقول لعمك على الحقيقه. انا خايف اقول له على الحقيقه يرفدني من الشركه للاخر. شوفوا بقى انا مش منقول من هنا لما اخد الوقت. ما اعرفش عايز الوقت. الوقت هنا يا تحسين. لا 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 خش اوعى. لو النبي سيبه سيبه. فين الوقت؟ الوقت بتقول له على مكان الوقت. اديني انا تربحها على نفسي. هتوديني في داهيه. كويس الوقت. اوعى سيب الوقت. اوعى الوقت. اوعى الوقت. اوعى الوقت. اوعى الوقت. اوعى الوقت. اوعى الوقت. الله هو بيعمل كده ليه يا حماده؟ اصله مكواجي رجل. طب وبعدين يا حمادة هنعمل ايه في الورطة اللي احنا فيها؟ والله ما انا عارف. نجيب عيل منين؟ نجيب عيل؟ مفيش غير حمادة. نعم يا اخويا نعم. ايه عايز تعملني عيل؟ ما عنديش بربطوز. لا ما اقصدش. تنزل تدور لي على عيل. اي عيل من تحت. اجيب لك عيل منين دلوقتي؟ من اي حتة. والناس خليها تصرحني الاول. مش وقته. خليها تصرحني الاول. خلاص بقى يا استاذ محسن روح جيب العيل الاول. هو مفيش غير الحل ده يا استاذ محسن. ايوه مفيش. انا بحبك يا واد يا محسن. يا شيخ مش هتصالحني بقى يا واد يا محسن. عشان خاطري يا استاذ محسن. لا يا شيخ. انتوا نازلين معترف فيا من الصبح ليه؟ انزل هات عيل بسرعه. خليها تصالحني الاول. مش وقته. مش وقته. طب شويه انت بنتي منتظر. لا 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 روح جيب العيل الاول. طب بسرعه. يلا انت بنتي منتظر. يلا خش استخبي قبل ما يجي عمي يسالك على الواد. استخبي تحت الملاحات بسرعه. انا استخبى في الشقه الثانيه. ربنا يستر يا رب يستر. اي خش خش رازي هنا اقعد. حياه النبي يا شيخه اعوضك واخد فيكي 16. ليه بس يا انت عملت فيكي ايه؟ عملت ايه؟ قلتي لي اغيث حماده ابو حسين عشان قلبه يحن ليا ويرج. اهي اختي اتقلبت بغم وابويا مصمم يجوزني حمادي ولسه يا اختي محسن مطلقش مراته. اعمل فيك انت عارفه يا تحفه محسن بيسال فيكي ليه؟ ليه يا اخي؟ من الكلام اللي انت بتقوليه ده. ده كلام عايب خرشين قلبي يا قمر. انت عمت يا ولا عم بري نفسك بعوب. قلبي يا محسن مليان شطه بعدك عني قبل يزغطه. ربنا ما يحرمك من العبط. انا بنتي بعمل كده ايه؟ ايوه طب قولي اعمل ايه؟ اديكي خدتيني لبستيني على فرانكه وعملتيني في دماغي مزنبليطه. عايزاني اعمل ايه تاني؟ قولي وانا نفر. يلا قولي قولي. يلا قولي 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 ما قولي. هقول اهو. قولي يلا. هقول قولي. هقول بصي يا تحفه. ايوه عاوزاكي تعملي زي انا بالظبط. تتكلمي زي انا، تمشي زي انا، تعملي زي نجوم السينما. يلا تحفه. تقولي له اوكي دارلينج. انا بنت عايزه اقول داركين واعمل كده. هشتغل غزيان يا بيت. ما كل حاجه عايزه يا بيت. طب حاضر حاضر. قولي. هقول هقول. يلا قولي قولي. هقول اهو. يلا قولي. ما قولي. طيب بدي درس الافتوايه. قولي قولي يا مايسه. قولي. عيب يا تحفة عيب. هتقول يا بيت. هقول. يلا قول. طيب بفكر اهو. بص يا تحفة. ايه؟ المرة دي عايزاكي اول ما تشوفي محسن تبصي له كويس قوي وتروحي عاملة له كده. محسن. يا لهوي. انا يا بنت عايزة اقول محسن بديل كده. اهدي. ما تقولي حاجة عيب يا بيت. بعدين بقى. ما تقولي حاجة كويسة. يلا قولي قولي. هقول اهو. يا 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 تحفة عيب عيب. بديكي الدرس يا تحفة عيب. خدي بالك من الدرس. قول يا بنات. هقول والله هقول. طب يا تحفة اقعدي. اديني قعد. وادي قعدي. بصي يا تحفة. قولي يلا قولي يا صفرة قولي. بعدين يا تحفة اول ما تشوفيه تروحي راكعة كده وتروحي عاملة له كده. يا محسن. ساكن وسعدي وبحبه. ايوه اهدي. ايه اللي انت عماله تقوليه ده؟ اقول لك ايه؟ تعالي اعلمك في الاوفيس. يلا يا اختي على البوبوبيس بتاعك ده. تعالي تحياتي النبي يا ابني. شفتي بقى ايه؟ ايه يا ابني اللي انت جايبه ده؟
طازة. طازة؟ طازة ومعصينة هاوي. فضل يا ستي هذه واحدة. وادي التاني. قبرنا. ايه يا ابني ده؟ راح جايب لي اتنين. وموصلك على ستة. ليه؟ هفتح مدرسة أنا؟ لا أصل رحت عند جماعة والدين جداد. أيوه. ماليش عندهم صبيان. قالوا لي الصبيان خلصوا. خلصوا؟ فماليش عندهم غير البنتين التوأم دول. قلت أجيبهم ينفعوا البنتين. بنتين؟ راح جايب لي بنتين وأنا عايز ولد. يا ابني ما هم ولد، ولد. بس فكة. ما يلزمونيش، أنا عايز ولد. هنرجعهم، هات البنات هنا ولد. لا 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 لا. هات البنات. انت عايزه واحده فيهم؟ عايزه البني ولا المنقطه؟ انزل سيب ده وهات لي ولد. اجيب ولد منين؟ هو انا فاتحه شنص. اتصرف يا سيدي، اتصرف. اتصرف؟ هذا اتصرف. نوال انتي بنتي بنت. طيب يا دي الفطه صليتوا مسكين. محسن هعمل ايه دول؟ خش خبيهم جوه على احسن عم يجي يشوفهم. اوديهم فين؟ اقول لك حطيهم تحت المرتبه بسرعه. ولا اقول لك اقعدي عليهم. تعال يا حبيب. صلى يا اخويا. ما تحيرش يا حبيب. شيل البلاك اهو. حمار وحلاوه اهو. يا حماده جبت ابن نصيبه ده يا حماده. خطفته من امه. قوم سلم على طنطي. ازيك يا طن؟ الله ده بيعرف يتكلم. ده انا ولا طن؟ اديني مسبه. كويس كده يا نوال تعيط في الواد؟ رضعيه يا نوال. ايه؟ يا نوال ده اسمه كلاب. ايه يا ابني في ايه؟ اقول لك انزل هات لي ولد اعمله ابني، تروح تجيب لي شحط اعمله جوز امي. انت فاكر ده كبير في السن؟ امال ايه؟ ده لسه ما ربعكش. ده ما ربعكش. صغير قوي. او ينفع ينفع. عمك يرجع يلاقي ولد وسلام. هو ده ولد العجل ده ولد؟ الراجل ينزل سايب حفيده عنده 3 ايام. يرجع ليه زي العجل عنده 58 سنة؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي فيها ايه؟ فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ اقول له ايه؟ قول له الواد كبر. كبر؟ كبر. كبر ازاي بقى؟ غبي عديم التصرف الواد ده. انا؟ قول له الواد سمعنا بنقول عليه عيل. ايوه. زعل طقله عر كبر. غبي قوي غبي. هتنقطني هتنقطني هتنقطني. ولما يطقله عر يطلع له نضاره. يا ابني انت فاكر ان دي نضاره؟ امال دي ايه بس؟ دي وحمه. شوف يا اسطى ما بيعجبكش العجب. هرجعهم كلهم. هتوديني في ده؟ والله هرجعهم كلهم. نوال يا راجل نص كوم. يا ولد يا محسن. ولا يا محسن تعال يا ولد. فين حفيد شويه يا ولد؟ مش عارف مش عارف. اهو اهو تعال هنا يا ولد. انت مخرج حفيد شويه بره ليه يا ولد؟ حفيد
في ايدك سويلم. ايوه انت سميته سويلم يا عم. ايوه لا ده انا كنت طالع عشان نمو الهواء. يا مجد يا مجد ايه الشغلاله دي؟ اتنين. لا يا عم ده هو يا عم. هو كبك ايه؟ حفيدك سويلم برد. بس ده وهو عمره يومين. ده بقى وهو لسه بطلبه. ايه يا اخويا؟ لكن هو يا عم. هو كيف يا علي؟ الصراحة يا عمي ده واحد تاني. يا نهار اسود. طب واحد تاني شايفك ايه؟ لا يا عمي اصلهم لما لقوك مبسوط من العيال خلفوا لك ده النهارده الصبح كده اوام اوام. هتردوهم لابوه. ابعد عني ابعد. الحق. ومين ابو جلامبو دي بجي؟ ده هو يا عم. هو مين بجي؟ حفيدك سويلم يا عم. بس ده بعد ما اتحل على المعاش. لكن هو يا عم. بقى حفيد سويلم عامل زي عربية الرش بالشكل ده. هو انت الخالق الناطق يا عم. طويل وهبل اهو يا عم. سلم على جده ولد. ازيك يا جده؟ يا ابن الضربة عجاز وسخ يا ابن الرجل. ده جده ايه بس راح فين؟ يا ابني يا حسين. حسين يا ولد. حسين جاهز. خد العلبة دي املى عليهم. اديني دمي يا عم. عمي انا هعترف لك بكل حاجه يا عم. اقول لك على الحقيقه واطلع. لا تقول ولا تعيد. انتوا فاهمين انني يعني ايه نزلت اتفق مع المأذون؟ امال ايه يا عم؟ لا انا نزلت استكشف على الحكايه الملخبطه دي من البكال والمكوجه والحته كليتي. انت يعني عرفت كل حاجه يا عمي؟ ايوه. تستلف من الراجل مرته. وامتى يا عم؟ وامتى؟ في ليله دخلتنا يا عمي خطف اللومه من بق يا عم. ابا ايه يا بيه؟ بص يابا اني مايسه. الله عليك يا تحفه. ايه يا كميل ده؟ ايه تحفه الحلاوه دي يا بنت؟ بس ما تكلمنيش يا درجن. لا 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 مايني يا بيه مايني. طلع مش متجوز يعني لسه ودوزين. ودوزين. لكن لازمته ايه الكد ده كلها؟ هو انا عندي في العيله رجاله غيرك انت وتحفه. الشركه وهكتبها باسمك. عايزه ايه تاني؟ بس على شر الشرطي الجدع المسكين الغلبان اللي عزلته ليله دخلته تعينه عندك وكيل في الشركه. موافق. وال 80 جنيه في الشهر. موافق. ايوه نوال. حماده. ام نوال. حاج سويلم. يا 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 يا, 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 يا.